السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية. نحن اليوم في بيت الحاج حسني أبو طربوش الكائن في حي مزال عمان. اليوم هو 12 من حزيران لعام 2006، وهذا المشروع يهدف إلى تدوين وتوثيق الذاكرة الفلسطينية، والجهة المسؤولة عنه فلسطين في الذاكرة palestineremember.com. يجري هذه المقابلة وعد لها فواز سلام. حج، أسئلة هذه المقابلة تقسم لقسمين. القسم الأول يهدف لتكوين صورة عن الحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأهالي قريتك بيت نتيف قبل النكبة. أما القسم الثاني فيهدف لتكوين صورة عن مرحلة مهمة من مراحل التاريخ الفلسطيني، مرحلة التصدي للانتداب البريطاني والعصابات الصهيونية، مرورا بزلزال النكبة وانتهاء برحلة اللجوء والشتات. ابتداء ياريت في البداية تعرفني باسمك الكامل لو سمحت. حسني محمود حسن أبو طربوش. نعم. مواليد أي عام حضرتك؟ 28. مواليد 1928. نعم. ومكان ولادتك؟ بيت نتي. بيت نتي. شو الاسم الكامل لوالدك؟ محمود حسن أبو طربوش. نعم. محمود حسن عبد الرحمن أبو طربوش. نعم. والاسم الكامل لوالدتك؟ صبحة عبد الحميد أبو حلاوة. أبو حلاوة. صبحة عبد الحميد أبو حلاوة. أبو حلا. أبو حلاوة. أبو حلاوة من نفس القرية؟ من نفس القرية. من نفس القرية. حج، بتوافق على إجراء هاي المقابلة بإرادتك الكاملة وتزودنا بمعلومات اللي بتجود فيها ذاكرتك إن شاء الله؟ والله يا سيدي، إذا ما فيهاش ضرر وإيش ينفع الأمة الإسلامية والأمة العربية ما تسمع. نعم إن شاء الله. بداية، بيت نتيف، في عندك فكرة ليش سموها بيت نتيف بهذا الاسم؟ ولا من يوم ما وعيته وانت بتعرف؟ والله احنا سمعنا، قالوا اجت طائرة اسرائيلية ورمت ورق، قالوا اسم يعني اسمها كان بيت لطيف. في الورق اللي نزل. بس هم بيقولوا بيت نتيف. نعم. انتو يعني واجدادك وهذا؟ هذا اللي سمعته انا، اخذته من هالناس اللي قدامي. انه يعني الاسم طول ما وانت واعي على الدنيا من هذيك الايام وانت بتسمعه بهذا الاسم، بيت نتيف. نعم. طيب، بيت نتيف تقريبا كم كان عدد سكانها قبل النكبة 48؟ يعني في العام 48 كم في الرقم التقريبي لعدد سكان القرية؟ والله ما بقدر أقول لك، لأن احنا كنا يعني انا كان عمري 20 سنة. وبعدين ما حدا يعني ما كانش حدا احصاء يعني يقولوا هذه البلد قديش وهذه. نعم. ما كان هذا اللي ما كانت شغله، واللي زينا احنا هذا يا في المدرسه يا مع الغنم، شو بدي. نعم. طيب، انتوا اداريا بتتبعوا لاي قضاء؟ خليل. ومدينه الخليل كم كيلومتر تقريبا بعيده عنكم؟ والله بجوز 50 كيلو بعيدكم. طيب، اذا انتوا اداريا تابعين لمدينه الخليل. طيب، لو بدنا نتحدث عن القرية، قرية بيت نتيف، كيف نوصفها؟ جاية على أرض سهلية ولا جاية على جبال ولا كيف؟ والله القرية يعني أنا بسمع من الختيارية اللي قدامي إن قريتنا يمكن ما في أرض زي أرضها. هي يعني جاية البلد في وسط سهل. البلد من شرقها جبل، ومن غربه جبل، ومن الشمال من الجنوب جبل. لكن السهل بتحدها من غربه عجور وزكريا. وهذا كله سهل صريف. اذا من جهه الغرب الارض سهليه. سهليه. طب هي نفسها جايه على ارض عاليه، يعني بيت نتيف القريه على تله ولا المناخ البلد على تله. على تله. طيب، في حواليها وديان؟ في وديان في البلد من شرق. من شرق البلد في وديان؟ في ايش اسمه هذا الواد اذا بتذكر؟ في واد عامر، واد السفاف، واد الصنع، واد الصراصرة، كل هاي الوديان. واد ابو مازن. كل هذه وديان كبار. وديان كبيرة وجاية بأي جهة؟ هذول بالجهة الشرقية. بالجهة الشرقية. في عرق بدران بيجي من الشكة الغربية الجنوبية.
عرق بدران. آه. لما نحكي عرق شو قصدنا بكلمة عرق؟ شو قصدنا لما يعني نحكي عرق؟ يعني مش هيك مسمين. يعني وادي عميق وادي. لا لا مش عميق مش عميق. وادي. جبل وفي ولي كان يسموه الصالحي. نعم. واسمه عرق بدران. نعم. إذن وفي وديان بالجهات الثانية إذا متذكر أسماء وديان كانت حوالين بيت نتيف. في وادي المصر. وادي المصر من الشكة الجنوبية الشرقية. من الجهة الجنوبية الشرقية. في من الشكة الغربية يعني أرض اسمها كنيا وظهر الصيرة وظهر الشيخ يعني جبال. يسموا ظهر الشيخ وظهر الصيرة. لما تحكوا كلمة ظهر قصدهم يعني بتكون مرتفع جبل يعني جبل, جبل مش في بين ظهر الصيرة وظهر الشيخ في وادي أكبر وديان المنطقة اللي كانت تتدفق فيه المياه تتذكر اسمه؟ أكبر الوديان اللي هن بيجي من الشكة الشرقية واد عامر واد عامر واد الصنع واد السراسرة واد السفاف هذول أكبر هذول من الشكة الشرقية وبتصب المية كلهن على البلد المغرب بتصب تنزل ميتهم باتجاه البلد؟ باتجاه البلد المغرب يعني هن بصب في كل بتجمع على واد واحد شو اسم الواد اللي بتجمعوا فيه؟ الواد اللهم صل على سيدنا محمد لكن ما كانش يعني مسمى الاسم ايش تسموه انتوا يعني لما واحد بدور على هذيك المنطقة ايش تحصل رايحين على اي منطقة؟ هن زي ما تقول يعني هذول هذا اللي هن بصب في الواد هذا وهذا كمان ايش اسم ارض المنازل واد ابو عفيش واد بن نعمة هذا كلهن بصب يعني هيك جايات وبيجن على هذاك بصب فيه هو هذا الواد بنزل على زكريا هذا الواد بيكمل على زكريا نعم طب شو في كان قرى قريبة عليكم بالقرى عربية اللي احنا بحيطنا بيت جبرين وعجور بيت جبرين من اي جهة من الشكة الغربية الجنوبية عجور من الغرب زكريا من الغرب نعم دربان من الشمال الشرقي دربان من الشمال الشرقي دربان اجراش نعم هذول صريف من الشرق عرتوفة من عرتوفة في حد دربان طيب اذا هاي القرى اللي اقرب اللي بتحدنا انا اقرب قريه كانت عليكم جنبكم احنا اقرب قريه علينا من الغرب زكريا وعجوف ومن الشرق بتيجي صريف طيب حد الجراش بتيجي من الشمال الشرقي بتعيد البلد طيب خلينا كان حواليكم مستوطنات حبانيات لا ما كانش فيها حواليكم يهود ولا لا لا احنا ما كان هنا. طيب حج لو سمحت خليك معي هون طيب لو بدنا نحكي عن الطرق اللي كانت موجودة بالمنطقة كان في طرق معبدة شوارع معبدة في من وادي الصنع كان وادي شارع مزفت وادي الصنع من وين لوين بمر هذا الشارع هذا بيجي عن زكريا وعن من ارض زكريا ومن ارض عجور من ارض زكريا ومن ارض عجور وين وبطلع على وادي الصنع بطلع على الجبال على الكبو على بيت لحم وبالجالة بروح على بيت لحم بربط في هذول القرى يعني شفتوا هذا الشارع وين جاء عنكم من القرية؟ من أي جهة من القرية؟ مش نبدأ من الشكة الغربية ومن الجنوب الشرقي. طب هذا الشارع كانت يعني مزفت كويس يعني السيارات تتحرك عليه ولا؟ مزفت. يعني كنتوا تستعملوه لما بتكون تروحوا؟ يا على هذا غير على الرملة وعلى بيت لحم القدس لما كنت بدك تروح على بيت لحم القدس كنت تستخدموا هذا الشارع نيجي من وادي الصنوط ونطلع وادي الصنع من وادي من وادي الصمت هذا بصير واد من بس هذا في السهل
نعم الواد في السهل البلد من الشكة الجنوبية الغربية نعم وبتطلع وادي الصنعاء على الشكة الشرقية نعم. غير هذا الشارع المعبد كان في شوارع معبدة قريبة عليكم؟ في بلدنا لا. يعني لو بدك تطلع تركب انت بدك تطلع تستخدم هذا الشارع تطلع طريق ترابية كان الناس عندهم جمال وعندهم دواب يعني يوم بدهم يروحوا على الخليل مثلا فش معبد طريق ترابية اما اذا بدك تروح على الرملة ولا على بيت لحم على البنس هذا الشارع مزفت ويروح طيب او على بيت جبريل طيب اذا بدك تطلع مثلا على بيت لحم تطلع من بيتك بتمشي مشي لتوصل هذا الشارع وتستنى يمر باص والله يعني في ناس كانوا ما كانش وقت احنا يعني وقت قريب جدا من الرحيل جابوا باصات اثنين كان يطلع فيهن على بيت لحم وعلى دربه اذا قبل ما ترحلوا بشويه بسيطه جابوا باصين جابوا باصات اثنين اهل القريه جابوهم اهل العرقون من بيت لحم لزكريا ودربان وبيت بثير اللي يحب يشارك بس فاهم بس مين كان اصحابهم للبساط هذول؟ للبلد للشركه للشركه شركه لهذول الناس اللي شاركوا فيها اللي شاركوا فيها من وين؟ اذا متذكر اسامي منهم من اهل البلد من بيت نتيف ومن بيت لحم من بيت نتيف ومن بيت لحم من هم من متذكر بعض العائلات اسماء والله ما بذكر بس المهم انه هذول باصين عملوا زي شركه شركه باصات يطلعوا الصبح ويرجعوا ويباتوا البساط وين هذول كانوا؟ واحد منهم كان يبات عندنا باب الدار باب داركم؟ مين كان يسوقه؟ كان يسوقه واحد اسمه جميل من رفات من رفات؟ جميل خليل واما من دار ابو شربي من بيت نتيف وكان ساكن عندنا في البلد يعني هو كان باعتبار من بيت نتيف مش من كانه من بيت نتيف بس اساسه هو من رفات بس كان ساكن عندكم يعني يبيت الباص هناك يبيت الباص عندنا باب الدار ولما بده يطلع الصبح حل بيجي على باله يطلع معه يجي الصبح ويحرك الباص لموقف وين بده يطلع في الباص يطلع طب لما بده يطلع الباص من القريه لحد ما يوصل على الشارع الرئيسي هذا كانت ارض ترابيه يعني يمشي فيها الباص ترابيه وبعدين يطلع على الشارع الرئيسي لما يطلع الشارع خارج البلد خارج البلد البلد ما كانش فيها الزفت طب ولما بده يتحرك من عند الشارع هذا وإذا افرض بده يروح باتجاه بيت لحم على شو القرى اللي بمر عليها؟ بمر على علار والكبو وحسان وبيت جالة نعم إذا هاي الطريق اللي كان بيت لحم هذا اللي كان يجيها والباص الثاني وين كان يبات؟ والله ما بعرف هذاك أنا ما كان ما كناش يا أخي نتعاطى احنا وين خلص يا في المدرسة يا مع الغنم طيب هلا بالنسبه للقرى الثانيه اللي ما كانش في طريق بمر منها كانت كيف الطرق ترابيه يعني اذا بدك تروحوا مثلا هذا الباص لما كان يطلع من بيت نتيف لبيت تحت مزفت واللي بده يركب يطيح من البلد على الشارع نعم طيب مثلا على لو بدكم تروحوا على جراش كان يمر الباص من جراش؟ لا على جراش ما فيش طريق للباصات. طيب اذا بدكم تنزلوا على الخليل؟ ولا على الخليل باصات فيش. كيف كنتوا تطلعوا على الخليل؟ مشي عندنا جمال اذا واحد بدي يروح يبيع يعني كمل يبيع شيء يحمل جمله ويروح. ويروح على الخليل. وعلى الرمله يروح بجمال. نعم. ما كان يعني الباص كان عباره عن الراكب بس. اما حمول ما يحمل فيه. كنتوا تستخدموا الجمل لتنقلوا ال عندنا دواب شيء عندهم جمال طب عربيات اللي بتجرها الخيل كان عندكم؟ لا ما كانش اذا كنتوا بشكل اساسي تعتمدوا على الجمل للنقل والتحميل يعني انا بدي اطيح لي اربع خمس شوالات كمح لا جماعتي جيراني اروح اجيب اللي الي واللي لهم نحملهم اروح وهو لما يصير عنده ياخذ زيه نعم يعني يتعاونوا كانوا يتعاونوا يحملوا الجمال لبعضهم نعم بس الجمال تكون من عندكم من القريه ولا لا من القريه ما تروح تستاجروها من قريه ثانيه لا من القريه طيب حج لو بدنا ندخل في قريه بيت نتيف
كيف كانت مقسمة لحارات بيت نتيف ولا كلهم مع بعض؟ يعني مثلا كنتوا تسموا الحارة القبلية؟ لا، البلد كانت قسمين، يعني نصين. نص من اسم المشايخ والجمارك، نص، ونص الثاني يقولوا لهم الكفرية. مشان نوضح للي ما بيعرفش هاي الشغلات، نص كان اسمه ايش؟ المشايخ والجمارك. المشايخ يعني حمولتين، يعني حمولتين، وكل حمولة لها يعني مضافة تسكن فيها، وكل مضافة فيها 7-8 عائلات. جيد، اذا نيجي لحمولة اسمها المشايخ. احنا حمولة المشايخ. انت من حمولة المشايخ؟ 8 عائلات. طيب انت من حمولة المشايخ اللي بتتكون من 8 عائلات. نسمي 8 عائلات تبعون المشايخ اللي بينتموا للمشايخ. نعم، تفضل سمي لي اياهم. سمي بدك اياهم؟ اذا بتقدر. دار ابو حلاوه، ودار علي، ودار عقل، ودار حسرم، ودار ابو جاجل. قديش سمينا؟ 5. دار ابو جاجل، دار ابو عدس. دار ابو عدس. اللهم صل على سيدنا محمد. دار ابو طربوش وسجلنا. دار ابو طربوش. نعم. ومين كمان؟ 7 هيك سميت. اذا ذكرت الثامنه نحكيها، بس انه هذول كل العائلات اللي سميت لي اياهم هذول للمشايخ. حموله المشايخ. نعم. طيب الحموله الثانيه اسمها من الجمارنه. الجمارنه. طيب الجمارنه برضه مقسم العائلات. نعم. نذكر العائلات الجمارنه، واحنا ما حد راح يعتب لا علي ولا عليك اذا نسينا عائله من العائلات، لانه ما في قصد من النسيان. عائلات الجمارنة: خميس، عائلة خميس. خميس. أبو محمد. حمد الله. أبو نحلة. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. ست معدد 4 عائلات. دار حمد. نعم. اللهم صل على سيدنا. في حمد الله وفي حمد. حمد الله. حمد، أبو نحلة، وابو محمد، وخميس. خميس. الدبوس. الدبوس للجمارنه. للجمارنه. تذكر الدبوس. طيب اذا برضه اذا خلال المقابله برضه خطر على بالك اي عائله من العائلات كمان، لانه راح نذكرها ان شاء الله. اذا كان في جزء من القريه اللي فيها المشايخ والجمارنه، هذول جزء من نص البلد. نص البلد. وساكنين جنب بعض بحارة معينة بتسموها الحارة الفلانية. يعني هذول كانوا في البلد من غربه، والشفرية في البلد من شرقه. طيب هذول بغرب البلد. نعم. واللي بشرق البلد؟ الشفرية. الكفرية. اسمهم الشفرية. طيب الكفرية هذول حمولة. حمايل زي اللي سميناها. الكفرية. أبو شعير. أبو شعيرة. منصور. ومنصور. اللهم صل على سيدنا. احنا سمينا الدبس في دار أبو. الدبوس الدبس؟ لا مش من هذاك الجمارة الدبس. بعدين السداحمة. سداحمة. دار أبو عياش. أبو عياش. دار الدير. دار الدير. اللهم صل على سيدنا محمد. دار ابو عيسى. منها دار ابو عيسى. حاج متذكر انت دار مين حكيت عنها؟ دار ابو عيسى. دار ابو عيسى. السداح ما سميناهم؟ السداح ما سميتهم، سميت دار ابو عياش وابو شعيره وبدير. هاي العائلات عائلات الكفريه. كفريه. طيب شو يعني لما نحكي عائلات الكفريه؟ شو الهم؟ هذول احنا اللي جينا لما احنا يعني ولدنا بهالبلد اسمهم، هذول الشفرية والمشايخ والجمر. هذول الاربع العائلات اللي بتفرد منهم. احنا المشايخ 8 عائلة. يمكن سجلنا 7. اذا تذكرت واحد. وهذا لك بس بجوز يكون الشفرية يعني عائلة تكبر. السداحمة سمينا السداحمة. سميناهم. هذول بجوز عائلات الشفرية أكبر من هذول العائلات. طيب
هاي لو بدنا نحكي مين كان وجه دار المشايخ؟ وجه دار المشايخ؟ هذول كانوا يتبعوا المخاطير في يعني لما هاجرنا كان علي انا ابو حلاوه. لا قبل يعني احنا بنحكي قبل الهجره مش لما هاجرته. لا يعني قبل الهجره واحنا في البلد. علي انا ابو حلاوه. علي انا ابو حلاوه كان المشايخ. كان وجه المشايخ؟ نعم. والجمارنه؟ الجمارنه كان يوسف خميس وعلي علكم. اول كان يوسف خميس وبعدين مرض وحطوا علي علكم. يوسف خميس وعلي علقم. نعم. بعد ما مرض. والكفريه؟ عبد الهادي منصور وعبد رب حسن ابو شعيب. عبد الهادي منصور؟ وعبد ربه؟ ابو شعيب. مين كان مختار البلد؟ مختار البلد لما هاجرنا كان عليان ابو حلاوه واللهم صل على سيدنا محمد وعبد ربه حسن ابو شعيب. وعبد رب وابو شعيب مختارين؟ مختارين. نعم. طيب حج كان في مضافات في ال انتوا المضافه ايش كنتوا تسموها؟ المضافه كنتوا تسموها حاره؟ اللي ان احنا بنقولوا حاره المشايخ. يعني كلمه حاره المقصود فيها المضافه. في حاره للمشايخ. نعم. وفي حارة للجمارنة؟ الجمارنة اسمها الشيخ إبراهيم. الشيخ إبراهيم؟ الحارة زي ولي هيك. يعني كانوا يسموه حارة الشيخ إبراهيم. الشيخ إبراهيم. يعني هاي مسمية على اسم الولي. هي مسموها الشيخ، فيش فيها ولي. هي فيش فيها. لكن اسمها الشيخ إبراهيم. الشيخ إبراهيم، اسم الحارة تبعت الجمارنة. وانتو كان في عندكم حارة المشايخ؟ نعم. زي مضافة الجماعة المشايخ. طب والكفرية كان عندهم؟ حارة الكفرية. الناس بعدها صاروا يعني زي ما تقول بينهم مشاكل يتكسموا. الكفرية صار ابو شعيرة زي ما تقول في الحالة بحارة الكفرية. دار منصور وعبد الهادي منصور في الحالة. بسمهم. يعني صار كل واحد يعني يعمل مضافته لحاله. اذا بدهم يزعلوا من بعض بدهم يسووا مضافه لحاله. هي هذا حال القرى الفلسطينيه كلها يعني. نعم. اذا طب كان في مكان عام؟ كان مكان عام يجتمعوا فيه اهل القريه؟ يعني زي ساحه عدا عن الحارات اللي حكيت لي اياها. كل اهل القريه لا، كانوا يجتمعوا كلهم في هذا اللي سميت لك اياه. الحارات، كل واحد في حاره. كل عشيره في الحاره اللي هي لهم. زمان كنتوا تحكوا تعبير حموله ولا عشيره ولا ايش؟ حمايل. ولا تحكوا دار؟ يا حمول، دار وحموله وعشيره كان. دار فلان مثلا، يعني ابو طربوش، دار ابو طربوش. دار ابو طربوش. طيب كفرية مثلا، دار عبد الهادي، دار ابو شعيره، دار خميس، الدبوس، يعني كل طبعا فيها في كل العشائر. هيك زدت عائله من العائلات على الكفريه. حكيت عبد الهادي، دار عبد الهادي. عبد الهادي منصور، هذول دار منصور. دار منصور. من دار منصور. طيب ما كانش في المناسبات الكبيره لما يصير مثلا بهالاعياد ما كانوش يتجمعوا كل اهل القريه في مكان معين؟ لا، خلص كل واحد يروح يسلموا على بعض بس. يعني مثلا اشم من اختيارنا الاختياريه كبار يروح يسلموا على الكبار اللي بال يوم العيد. نعم. بس انهم يتجمعوا في مكان معين؟ لا، كل الناس لهم المضافه اللي هم فيها هم بيتجمعوا فيها. المضافه هي القاعده تبعتهم. نعم. طيب حاج، بدي اسالك هلا عن المدارس. المدارس؟ كان عندكم مدرسة في البلد؟ عندنا مدارس سنتين. مدرستين؟ مدرسة قديمة هذه أنا قريت فيها. بعدين صارت مدرسة جديدة قبل ما نطلع بشيء بسيط. طب خلينا بالمدرسة القديمة. وين المدرسة القديمة؟ في جنوب البلد. المدرسة القديمة بجنوب البلد. توصف لي إياها كيف كانت؟ يعني كم غرفة؟ بناية حجر. أنا ماني ذاكرها كم غرفة. والثانية حجر.
القديمة كانت حجر في جنوب القرية. الثانية حجر والثانية عندها أخرى مش بعيدة عنها. طيب اللي بجنوب القرية القديمة هاي اللي درست فيها، درست فيها لأي صف؟ الصف الرابع. للصف الرابع. متذكر مين كان المدير تبع المدرسة؟ احنا ليدر اللي كان عندنا واحد اسمه قاسم من النصر. يعني انا نزلت وهو في المدرسة وطلعت من المدرسة هو اللي كان الأستاذ. قاسم من الناصرة. كان غيره هذا الأستاذ ولا أستاذ واحد؟ لا كان أستاذ واحد. يدرس؟ بعد أنا ما طلعت صار في أستاذ. أما بعرفش أسميه. بس المهم أنت متذكر الأستاذ قاسم. الأستاذ اللي أنا قريب درسته. للصف الرابع؟ نعم. الرابع ابتدائي. الرابع ابتدائي. وكنت تجلسوا على مقاعد و بنك خشب زي بنك. يعني المدرسة كانت تابعة لدائرة المعارف؟ المعارف للخليج كمان. طيب قبل ما تنعمل هاي المدرسة كيف كانت الناس يدرسوا؟ ما بعرفش انا بذكرش يعني كان انا ولدت وهي موجودة. انت ولدت والمدرسة هاي موجودة؟ اما قبل كان لها اسم المدرسة ولا بس تحكوا المدرسة؟ لا مدرسة للتكليف. طب كان يجي عليها طلاب هاي المدرسة من قرى ثانية؟ من قرى ثانية لا. بس لأهل بيت نفسي؟ أهل بيت تكليف. طيب وليش عملوا مدرسة ثانية جديدة؟ ما توسعش المدرسة الطلاب. صارت ما توسعش الطلاب راحوا بنوا واحدة ثانية؟ بنوا واحدة جديدة. وين؟ في قريبة على هذيك يعني مش بعيدة عنها. يعني زي هانو الأسفل. يعني أبو 100 متر؟ 100-150 متر. طيب بنوها كيف على نفقة أهل القرية ولا؟ حجر والله ما بعرف بنوها على نفقة مين؟ طلاب احنا كنا ولا أكم 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 شو اسمه؟ كانت طوابق يعني طابقين ولا أرضي بس طابق واحد؟ لا طابق واحد. طابق واحد. يعني أكبر كانت المدرسة هاي الجديدة. أكبر. وإجاها مدرسين جداد. أنا طلعت من المدرسة قبل ما حضرتش الجديدة. ما حضرتش الجديدة؟ طلعت أنا من المدرسة العديقة. طلعت من المدرسة العديقة. وما كملتش دراسة؟ لا أنا قريت للصف الرابع. ليش ما كملت؟ ماشي. والله يوم كان جاي نفتش على المدرسة. طيب. بعدين الأستاذ ما كانش يخلي واحد يقرأ القرآن إلا أنا. المفتش من المعارف؟ من التربية. من التربية. يوسف خميس هذا كان مختار. قال له ابوي ليش ما ابو حسني ما تدرس؟ قال انا رجل وحداني وما فيش حدا يعني يكون في يعني بدي انا وياه نزرع الوطيات اللي احنا لكم. لين صح. ما قريت الرابع وبعدين ايش حكيت عن المفتش لما كان يجي الاستاذ كان يخليك انت اللي تقرا؟ نعم قران. يعني بده يورجيه انه مستوى الطلاب كيف فيخليك انت اللي تقرا؟ يعني لما يشوف واحد قوي في المدرسه طبعا بده تجيب واحد مش عارف يقرا ولا طبعا لا. هو الاستاذ هذا قاسم كان درسكم كل شيء؟ نعم. طب اللي كان بده يكمل دراسته اللي بده يكمل الدراسة وين يروح؟ يروح على الخليل. على الخليل. أنا ما سألتكش متذكر حدا من الأولاد اللي درسوا معك أولاد صفك لما درست للصف الرابع متذكر حدا متذكر أسماء من اللي درسوا معك؟ طلاب زيي أسامي. طيب أكيد متذكر أسماء ناس درسوا معك. شو بدك فيهم أولاد الأسامي الطلاب؟ يعني مش متذكر يعني ولا متذكر؟ لا والله متذكر بس مش كثير. اللي متذكره احكي لي اذا متذكر حدا. محمد عليان ابو حلاوه. محمد عليان درس معك؟ محمد عليان. محمد توفيق. محمد توفيق. احمد توفيق. عبد الحميد ناصر. احمد حسن عبد الحميد. هذول كلكم درستوا في المدرسه القديمه؟ كلنا درس بس مش في صف واحد. طبعا الصفوف انفرد. عبد الرسول، علي محمد. في حدا من اللي درسوا معك طيب لليوم؟ هذول الناس. احمد حسن طيب. احمد حسن؟ من اي حموله؟ من الشفيق. صحبه انت وياه بتشوفوا بعض يعني؟ بنشوف بعض. طيب ليش؟ حكيت لي اللي بده كان يكمل دراسته كان يروح على الخليل؟ نعم.
الناس وقتها يا اخي كانوا ضعاف، مش هالقد قويين في البلد. كيف يعني ضعاف؟ يعني كانوا هذه قريه زراعه، كلهم مزارعين بدهم بده يروح لما يطلع المدرسه يودي ابوه يا مع الغنم يا حرص يحرص. هذه كانت نتيجه بعد المدرسه. يعني بسبب الفقر قصدك انه الواحد بده اولاده يطلعوا بالدرس يروح يدرس على محلات ثانيه. على محلات ثانيه، فكان يعني يكتفوا للصف الرابع والخامس خلاص يعني اللي يقدر يكرهن وبعدين يروح مع ابوه زي بده يشغله. طب بدي اسالك، لما بنوا المدرسه الجديده حسب علمك زي ما كانوا يحكوا لك، لاي صف صارت تدرس؟ يعني اكيد المدرسه الجديده مشان زاد عدد الطلاب. والله بجوز صار فيها صف سابع، بس بجوز يكون فيها صف سابع. وانا لا كريت فيها ولا انا ما كريتش فيها، وطلعت بعدين مع الغنم. يعني شو بده اللي مع الغنم شو بده يدري عن المدرسه كم صف؟ اللي يعني هو اللي بيرعى مع الغنم خلاص بكون بطل يعرف شيء في الدنيا. لا مش بطل، وبجوز هلا بتعرف المنطقه كلها بالشبر ولا لا؟ مظبوط. طيب تعرفها وتعرف اساميها واسامي، يعني اليوم لو نزلناك على القريه وحكينا لك وصف لنا المحلات اللي كنت تروح ترعى فيها تعرفها بالشبه، هون كنت وهون دار فلان ودار، مزبوط ولا لا؟ مزبوط. طيب حتى في لي ابن عم في سويسرا. ابن عمك في سويسرا شو اسمه؟ محمد عبد الحميد. ماله عبد الحميد؟ محمد عبد الحميد ابو طربوش. عمرك؟ ها؟ كم عمره؟ ما بعرفش والله، ما بعرفش قد ايش. اصغر مني. 54 ابو جوز 56. هذا ماله؟ وراح على الكويت، ومن الكويت عاود رجع على امريكا وعلى سويسرا. لحد الان هو في سويسرا. ماله هذا؟ ليش ذكرت اسمه؟ هذا يعني تعرفش ليش احنا جبنا اسمه؟ عفيف بتريف. أنا فكرت بدك يعني شو اسمه، فكرت ذكرت اسم واحد ذكرت درست معه. لا 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 ما طيب مش مشكلة، خلينا نتابع خلينا نتابع. البنات ما درسوا عندكم بالقرية؟ وقت اللي أنا ما كنت في المدرسة ما فيش بنات، ما حدش دخل بنات. لا فكاش وقت درست حج. طيب بدنا نسألك عن، ننتقل لموضوع ثاني، بدنا نتحدث عن المسجد. المسجد كان عندكم مسجد بالقرية؟ المسجد كان مسجد قديم وبس يوم الجمعة بروح يصلي فيه. مسجد قديم؟ قديم كثير. يعني شو يعني قديم كثير؟ يعني حتى لو مسمينا الأربعين، وبعدين قديم يعني عتيق كثير بناء. البناء مش زي اليوم مثلا مسجد حديث، مسجد بناية جديدة، بناية حجر. يعني قصدك انه الناس ما كانت مهتمة في المبنى نفسه، ما كانوا مظبطينه، ما كانوا مهتمين في المساجد، ما كانوا مهتمين، ما كان في مسجد الا هو لحد. واللي كانوا يصلوا لما يصلوا جماعة مثلا المشايخ يصلوا في المضافة اللي هم في المضافة اللي هم فيها. الجفرية كذلك، الجمارنة كذلك في المضافات يصلوا. طيب كويس، هذا المسجد كان له اسم؟ الأربعين. مسجد الأربعين؟ في عندك فكرة ليش اسمه مسجد الأربعين؟ لا والله ما عندي. طب كان في له ميدانين؟ انا وعيد، لا انا وعيد وهم يقولوا الاربعين مسجد الاربعين. طيب وين كان موجود؟ في نص البلد. في وسط البلد يعني في قلب القرية؟ نعم. مسجد الاربعين يعني كان ممكن يعني ما كان في بسط للصلاة ولا مكان للوضوء ولا ايش؟ شغلة حصول. حصر كان للوضوء. مهمل للوضوء والله ما بعرف، لاني ما عمريش رحت علي، انا كنت جاهل ما. طيب اذا المسجد الاربعين كان قليل الاهتمام فيه من اهل القريه، وكانوا مركزين على كل الناس يصلوا في المضافه اللي هم فيها. في المضافه. طب بدي اسالك، ايام زمان الاهتمام بالصلاه كان شوي خفيف يعني، مش زي اليوم. لا يعني بجوز كبار السن بس اللي كانوا يصلوا ولا؟ نعم كبار السن واللي صادين من الاشغال. صادين؟ اللي ما عندهم مش اشغال يعني يصلوا، ولا اللي بيشتغل هذا
لما يتبادر عرض النصوص الى المغرب بدي اروح بدي احط راسه منهم. طيب اذا طيب كان في بالقريه مقامات لاولياء صالحين، مقام فلان مقام زي كان في يعني في ارض البلد كان في عرق بدران. بعرق بدران الصالحي مقام اسمه مقام الصالحي. كان ابو هلال في شويشه. خلينا شوي شوي خلينا في اللي في مقام الصالحي. وين هذا؟ في عرق بدران. مقام الصالحي في عرق بدران. وين بيجي عرق بدران؟ في البلد من الجنوب الغربي. في الجنوب الغربي. طيب توصف لي المقام الصالحي هذا كيف كان؟ يعني بغرفه موجود؟ غرفه واحده وبنا قديم. طيب غرفه وجواها القبر يعني ال اول عمري ما خشيت. ما خشيتوش؟ ما خشيتوش. كان بعيد يعني عن ال بعيد عن ما الناس رجل عليه. ما فيش رجل. طيب الناس كانت تعتبره مكان يعني ما يكون هذا يعني من هالجماعه اللي من الاولياء الصالحين. من الاولياء الصالحين. اذا عرق الصالحي. مقام الصالحي في عرق بدران حكيت لي. نعم. طيب ومقام ثاني؟ ابو هلال بشويشة. ابو هلال بشويشة. شويشة؟ يعني خربة اسمها شويشة. شويكة؟ وين هاي الخربة؟ في جنب الصالحي من 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 شركة. بجنب عرق بدران من شرقه. جنب عرق بدران من شرقه. طيب شو كان بيفرق هذا المقام مقام ابو هلال؟ نفسه زي هذا كله بنى قديم. غرفه يكون مبنيه غرفه. طيب الناس كانت تهتم فيهم هذول المقامات؟ يعني يروحوا لا لا ولا حد. شو بدهم هذول خارج القريه مش في القريه. خارج القريه. شو بدي يهتموا فيهم يسوون؟ طيب غير ابو هلال والصالحي كان في مقامات؟ اللهم صل على سيدنا محمد. في زنوع كان عارف شو اسمه اللي في زنوع؟ في خربة قديمة اسمها زنوع. خربة زنوع؟ كان فيها هذه بتصير من في البلد من الشمال الشرقي. من الشمال الشرقي؟ خربة زنوع. طيب هاي كان فيها مقام؟ كان فيها مقام. نعم. بس ما مش 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 خابر اسم المقام هذا اللي بين ابن خلدون. والله بجوز يكون بالضبط مش خابر. طيب حج في غير المقام اللي بخربة زنوع وغير في واد بولس في النبي بولس كان. واد بولس وين بيجي عنكم؟ بيجي في البلد من الشمال الشرق الشمالي. طيب النبي بولس على اراضي القريه؟ اراضي القريه. النبي بولس وهذا كيف كان؟ توصف لي اياه مقام النبي بولس. بيظنها حاجه غرفه. شو بدي غرفه وتكون هاي الغرفه مسكره يعني؟ ولا ما وصلتهاش؟ لا لا ما وصلتهاش. طب انت رعيت في المنطقه كلها مش ولا حد؟ ما هو المحل اللي ما لناش فيه شغل ما نروحش. شو بدنا نروح نسوي على على المكان اللي يكون الولي؟ شو بدنا نروح نسوي عليه؟ يعني اهل القريه ما كانش في ولا مكان من هاي الاماكن الاولياء هاي والنبي بولس يوصلوهم يروحوا؟ لانه في بعض القرى كانوا اذا واحد بده يحلف واحد يحكي له والله غير تروح تحلف عند للشغلات هاي. وكان يروحوا يشحدوا هذا من النبي بولس يلموا الناس يوم الدنيا يتاخر المطر صلاة استسقاء. صلاة استسقاء يروحوا يشحذوا مطر. كانت مول وعده و يروحوا على وين؟ على النبي بولس. بالذات عند بولس. نعم عند النبي بولس يروحوا مشان في احيان كانوا ما يعاودوا الا الدنيا مطر. وكانت تحصل يعني؟ اي نعم. تطلع اهل القريه كلهم يطلعوا اللي بده يروح. هل بده يروح؟ النسوان كانوا يطلعوا معكم بالنسبة. نعم كان يطلع ويطلعوا بطبول يعني طبول وعده وهذول الكاسر. ويطلعوا كانوا يحكوا شيء ولا ايش بالضبط؟ يذكروا الله. يذكروا الله. هذا لما تصير الدنيا محل وما في شتاء مش هيك؟ نعم.
إذا هيك تذكرت إنه لما كانوا بدهم يعملوا صلاة استسقاء يروحوا على النبي بولس. أي نعم. طب وشغلة حلفان اليمين وين كانوا يحلفوا؟ إذا واحد مثلا أي حلف يمين ما بذكرش. كانوا يقولوا بدي أروح على الفلوجي، هذا الفلوجي في الفلوجي خسرية الفلوجي. إذا واحد يحلف واحد يحلفوه على إذا بدي حسب ما يطلب. نعم. طيب حج بعد ابنك بدنا ناخذ استراحة دقائق ونتابع حديثنا ويعطيك العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحج حسني أبو طربوش من قرية بيت نفيف. هذا الجزء هو الجزء الثاني من المقابلة. حج، في نهاية الجزء الأول توقفنا، كنا بحديثنا عن المقامات اللي كانت موجودة بالقرية. المقام اللي كان موجود بالخربة شو اسمه؟ اللي حكيت لك عنه الحين مقام أبو فاطمة. أبو فاطمة، مقام أبو فاطمة. وين بيجي بالضبط مقام أبو فاطمة؟ في خربة قديمة اسمها زنوع. زنوع، هذول خرب يعني بنقول لهم كفريات، كان رجوع يعني كان ناس قبل أهل بيت نفيف أثرية كانت مسكونة في السابق. فيها بنى حجار و... نعم، بس مهدمت. مهدمت. طيب انت حكيت لي لما كنتم بدكم تعملوا صلاة استسقاء وتروح على مقام النبي عند النبي بولس. موسى عند النبي بولس. بولس كانت تطلع العدة والشو اسمه، ليش كان في حدا من اهل القرية من اصحاب الطريقة؟ مين هم؟ اي عائلة؟ مش من مذكورين من عائلة، يعني كل واحد بده ينتسب لهم ينتسب. بس مين هو يعني هالشخص اكثر كان واحد؟ كان يسموهم دار عقل. دار عقل. دار عقل هم عائلة عقل، هذول هم كانوا ينتسبوا لشغلة العدة والكاس والرايات. كانوا يطلعوا برايات. نتذكر الرايات اللي كانوا يطلعوا فيها ملونة تكون. نعم. نتذكر ألوانها حمراء وخضر. يعني يمكن ذلك صناعه. وطبول والكاس. طبل والكاس. الطبل والكاس تهليل. طيب نفسهم هاي العيلة دار عقل كانوا يعملوا في البيت اللي كانوا موجودين فيه، كانوا يعملوا الموالد ويدق كل واحد في البلد بده يساوي مولد وبيعرف هذول الناس بيجيب. كان يجيب دار عقل غير دار عقل. يعني انت صاحبي لي، هلاك صاحبي لي، اجيب اللي بدي اياه. بس اكثر ناس مميزين بانهم اصحاب طريقه وهم دار عقل. وين كانوا ساكنين؟ باي جزء من القريه؟ دار عقل في نص البلد. هذول كانوا يعني مع دار النواهي من قزاز. محمد يوسف النواهي. بتبع طريقه النواهي. طب حج، بدنا نتحدث عن الوضع الصحي بالقريه. كان عندكم عياده صحيه بالقريه؟ لا. طيب كان في دير للطليان في جنب البلد من الشمال الغربي اسمه بيت الجمال. كان اللي بده يجعن عليه ولا يصير سخونه بده يروح عليه على الدير يتعالجوا فيه في دير بيت الجمال. دير بيت الجمال. يعني كم كانت المسافه لتوصلوا لدير بيت الجمال؟ بجوز يكون 2-3 كيلو. 2-3 كيلو. كان اللي بمرض، شو نوع المرض اللي يودوه على بيت الجمال؟ احنا كان عندنا في البلد من غربه في البير، هذا اسمه بولس، هذا دائما يصير فيه سخونه يعني زي حمى تصيب البني ادم. تصيب الادم ويصير ينفض، يعني ما تخليش كثير يضعف جسمه. بسبب البير هذا اللي بغرب البلد؟ هو الواد كله واد بولس. هذا بينزل على زكريا، في كان يعني سنين المطر يصير في مرض ووخم من الواد. تصير الامراض بسبب تجمع المياه اللي في الواد. طيب اذا كان اللي بده يتعالج كان يطلع على دير بيت الجمال. بيت الجمال هذا للطليان. للطليان. طب اللي حالته صعبه كثير بده مستشفى، وين تاخذوه؟ ياخذوه على البلد اللي بده يروح فيها، يعني وصفوا دكتور فيها كان يروحوا على هيفا، يروحوا على كل واحد يسأل الدكتور اللي يعني بيلزمنا مرضى يروح عليه. نعم.
وما كانش عيادات بالقرى القريبة منكم تروحوا عليها تتعالجوا فيها؟ لا ما كانش إلا هذا زير بيت الحدا. بيت جبريل مثلا؟ لا كان في عرتوف كمان عيادة. كان في عرتوف في عيادة؟ اه. بالقبنية ولا بالقرية؟ لا في البلد مش في القبنية. اه. فما كانش في حدا مشهور بالقرية إذا واحد مثلا كسرت إيده يجبر له إياها؟ هذا كان حاصل في ناس يجبروا. اه نتذكر اسامي كان مشهورين بالتدبير. ما بذكرش. طيب اللي كانوا يولدوا النسوان الداية كان في دايات في القرية؟ في نسوان. اه في نسوان. اه متذكر؟ في نسوان متذكر نسوان يروح عنده على فلانة يكون عارفينها يعني. اه تروح مين هي عاد هاي؟ ما بعرفش. مين الداية تبعتك متذكرها؟ ما بعرفش. متذكر حكوا لك يعني شو اسمها؟ لا حكوا لي ولا حكيت. طيب كانت منتشرة ظاهرة العلاج في الأعشاب مثلا إذا واحد مغص إذا واحد على الأعشاب اللي موجودة عندكم؟ وصفات يوصفوا مثلا عشبة كذا زي طيب حج خلينا إذا متذكرنا طبيعة الأمراض اللي كانت بالقرية أكثر إشي كانت الحمى هاي اللي تجيكم؟ أكثر إشي كانت السخونة ووجع العنين لأن البلد كان فيها صبر كثير. وكان وجع العنين والحمى هاي السخونة. طب كيف يعني وجع العنين يصير من الصبر؟ ليش؟ هيك ناس يكون أعظم من هذا من الصبر لكن شو صبر بعميلة ومن الصبر. من الشوك يعني تبع ال هم يقول هيك لكن غلط مش صح. وشو الصح؟ ايش تعتقد الصح؟ خلص هذا مثلا يصير سم مرض وخم يصير وجع في العينين وفي السخونة. هم بيعتقدوا انه من الصبر. من الصبر بس يا عم الصبر ولا بتحس شوكة صبر في العينين بتعمين. يعني كانت للدرجة اللي الواحد فيها ممكن ينعمي من المرض هذا؟ لا ما كانش. طيب خلينا نتحدث عن وضع المياه في القرية. انتوا لما كنتوا تشربوا المي في القرية من وين؟ البلد اغلبها هي بيار شتا. بيار جمع؟ يعني واحد حافر بير عنده وبيشرب منه. بير جمع؟ بير جمع، لما كان في بعض عدود في بير غد. اللي ما عنده بير جمع يروح على بير غد. شو يعني بير عد؟ لما نحكي بير عد، ايش قصدنا ببير عد؟ يعني بير نبعة، نبعة. نبعة. وين هاي البيار النبع؟ في داير البلد كان في. يعني كل حوالين البلد كان في. حوالين البلد كان في. حوالين ثلاث أربع بيار. نسميهم إذا بير الصفصاف. بير الصفصاف وين كان في؟ من الشقة الغربية الجنوبية. من الشقة الغربية الجنوبية كان في بير اسمه بير الصفصاف. غيره وفي بير كليديا في نفس المنطقة. بير كليديا. كليديا. طيب في عين بصير للشقة الشرقية اسمها عين الجذابة. عين؟ عين الجذابة. جذابة؟ ليش مسمينها هيك فكرة؟ ليش مسمينها؟ عين الجذابة. هذول نبع كلهم كانوا الثلاثة. بير القرامة. بير القرامة. القرامة. وبير الزاب. وين بير القرامة؟ بير القرامة من الشقة الشرقية الشمالية. وبير الزاغ من الشقة الغربية الشمالية. زاب. بير الزاغ. بير الزاغ. واكثر الابار هاي مين كان يعتمد عليها في القريه؟ الناس اللي هذول للحلال كانوا يردن، الحلال يرد عليهم. هذول للحلال؟ ما كنتوش؟ بيار للشرب، بيار الجمع اللي كانوا اغلب الناس. حتى انا مثلا كان عندنا بير يروح يوم يشوف نسواننا راحت من عين حكى لي من معاه، لاني ما كان عمرش خلص. بير كبير وما دائما مليان. بيار الجمع هاي دائما مليانه. نعم. بس كل بيار اللي سميت لي اياها هاي كانوا للحلال زي بير الصفصاف. اغلب الاغلب للميه ما حداش كان يروح يشرب منها. الا للحلال. مع انها نبع. يعني كانوا يفضلوا انه يشربوا من
من الحلال الجمع. ما بتكفي بيار الجمع الا الحلال يرد عليه. اما هذا بير نبره يعني دائما الميه موجوده. دائما الميه. طب في شيء غير من هالبيار اللي سميت لي اياه، بير كذابه والقرامه وبير الصفصاف والزاد؟ بير الزاغ وبير كليده. اكبر البيار هاي انو كان؟ اكبرهن اثنين، بير الزاغ وبير الصفصاف. الزاغ والصفصاف كانوا اكبر بيرين؟ اكبر، عمرهم ما نزحن. عمرهم؟ ما نزحنش يعني ما تخلصش المي، ما تخلص ما يرد عليه الحلال. وكيف تطلعوا منه المي مشان تشربوا الحلال؟ دلو كوشوك وحبل. دلو كوشوك وحبل وتطلع منه وحبل وكيف تشرب الحلال؟ من الحبل وفي مساويين على دار البير انكور حجر. يحط مال انكور الحجر مية وورد الغنم عليه. انكور الحجر يكون عداير البير. عداير البير. بصير يعني اللي يجي الحلال انت يشرب. بتملي هالانكور اللي عداير البير وبترخي الغنم. وبيجي الغنم وبشرب. بيجي الغنم تشرب وتظل انت تحط برضه مية. طيب كان يجي من قرى ثانية على البيار هاي يشربوا الرعيان؟ من بير الصفصاف كان يجي من عجور. من عجور كانوا يردوا على بير الصفصاف؟ يعني قريب المنطقة هذه. يعني بيصير بير الصفصاف قريب على؟ على منطقة عجور. على منطقة عجور. طب بير البيار الجمع اللي بتحكي عنها أنت يكون داخل حوش البيت الدار؟ في شيء داخل الحوش مش برا، اللي برا مشان يكون عنده. يكون ميته أنظف. اللي برا بكون ميته أنظف؟ الحوش طبعا بكون في مش نظيف، هذا للحلال يستعملوه. اللي جوا الحوش يستخدموه للحلال؟ للحلال، للبقر وللغنم. بس اللي برا للناس بكون أنظف. الميه أنظف ويستعملوه للأراضي. على طول أول ما تشتي الدنيا بخلوا الميه تنزل وتفوت؟ أول شتوى يخلوا الأرض تنغسل وبعدين يطيحوا بالميه. يعني بس تنغسل الأرض؟ بس تنغسل الارض. يكونوا عاملين كني قناة ماء تمشي المية فيها على البير. على البير. طب وتسكروه كيف؟ نعم. يضلوا مفتوح؟ لا، عليه باب حديد. باب حديد. وخلص اللي بده يجي بيفتح باب هالحديد وبدلوا بطلعوا بشرب بملي هالمواعين اللي معاه وبيحملوا بروح. وهذا البير لناس مش للبلد. مش للبلد، كل واحد عنده بير جمع. والله هذا البير خاص. انتوا كان عندكم بير زي هذا؟ نعم. كان عندنا بير اثنين، واحد للحلال في الحوش وواحد برا للغير. طيب. بس انت بتعتقد انت شربت من بجوز من كل البيار الموجوده؟ نعم. انو اطيب ميه كانت تكون بير الجمع ولا بالبيار اللي كنت تاخذ الحلال عليه؟ بيار الجمع ميته ثقيل، العد اخف. خفيفه يعني على الماء. اخف على الـ على الـ على الماء. اخف على الماء. ومين تحس انها انظف؟ انظف بير كان عندنا بير صفصاف. نظيف. بس كان بعيد عن البلد بحيث انه الناس ما بتروحش عليه تعبي منه. بعيد عن البلد. طيب لما عمر هاي البيار نشفت هيك وجفت بالمره فيها بيار كانت تنشف؟ زي انهي البيار اللي كانت تنشف؟ بير كليديا وبير القرامه. كليديا والقرامة كانوا ينشف؟ بير القرامة كان ينشف وبير كليديا كان ينشف، وعين الشذابة كان يعني تخف ميتها. يعني يجوا اللي يرد قبل يسي واللي يجي الأخير ما يلحقش. يعني ينزل الدلو ما يطلعش؟ ما يطلع مية بسيطة. واللي دائما ميتهم ما عمرهاش انقطعت طول ما على وعيها؟ بير الصفصاف أكثر شيء، بير الصفصاف. طيب حج بالقرية كيف كنتوا تضووا على حالكم؟ لا مذكر. الزجاجية هاي؟ زجاجة قزاز. وعليها شيء قزازة. ايش القزازة كنتوا تسموها؟ شيشة لمبة. شيشة لمبة. وفتيلة، الفتيلة في الكاز. مغطسة بالكاز. ما كانش عندكم الشمبر هذا اللوكس اللي فيه شمبر؟ بجوز في البلد كان قليل جدا. اما بعد ما طلعنا يعني صار اغلب الدور فيها.
لوكس على شنو. بس قبل النكبة كان قليل جدا، ما حدا شيء، حتى في البلد كان هذا، كان في سرجة أخرى هذول بيساوون في خشم الواحد صناعه، يعني بس ينام ويطفو مش مشان بيطلع سناج مشان يضل نظيف ما يوسخش خشمه. نعم. طب الكاس من وين كنتوا تشتروا؟ كان عندكم دكاكين؟ كان في دكاكين بالقرية؟ دكاكين في القرية ويجيبوا يجيبوا كاس. طيب دكاكين اللي بالقرية نتذكرها لمين ولمين؟ يلا نعدهم. أنا بقدر أعدك الدكاكين البلد. بدك تعد دكاكين البلد، لأنه ما كانش فيه يعني بالمرة ولا كان في؟ لا كان في. كل حارة أو كل منطقة فيها دكان. يعني مثلا بحارتكم كان في دكان؟ كان عندنا إحنا دكان. إلكوا دكانة؟ لمين يعني؟ لوالدك ولا؟ لوالدي. والدكان هاي يعني جوا البيت ولا يكون دكانة لها باب؟ دكانة بيت لحالها. لحالها دكانة. في هذه شو هل بدي يجيبوه للبلد للناس يشتروه؟ فيها. زي ايش يعني مثلا هاي الدكان يكون فيها؟ ايش زي محتوياتها؟ يا اخي رز، سكر، سمنه، زيت، كاز، هالاشياء هذه اللي بيستعملوها الناس. اللي بيستعملوها الناس؟ هاي واحدة من الدكاكين هاي كانت لوالدك؟ لابوه. ومين كان يجلس فيها وهو اللي يبيع ويشتري؟ ابن عمي لك. في ابن عمي لك؟ شو اسمه ابن عمك؟ اسمه ذيب. ذيب. طيب ودكان ثاني كان فيه لبحارات ثانية دكان، يعني أقرب دكان عليكم ومين كان دكان الثاني؟ والله البلد كانت ملاها دكاكين. يعني 200 دكانة مثلا؟ بجوز 200 ما فيش. طيب سمي لي كمان دكاكين كانت جنب الدكانة هاي. كان في خلايلة يجي يفتحوا دكاكين في البلد. خلايلة. وليش مش كافي اهل البلد الدكاكين اللي فاتحين اهل البلد؟ والله عاد هذول يجوا انشط، هذول شغلتهم لما يجوا من الخليل يجيب معهم زي تجار، واهل البلد اغلبهم فلاحين، يعني يا صاحب غنم يا صاحب يا حبي تفلح ارضه يا زي هيك، ما يعتنوش كثير في بس هم الخلايا لما كانوا يفتحوا دكاكين تكون دكاكين محتوياتهم اكثر استفادوا برضه واشتروا ارض من البلد. بالله؟ طب نسمي بعض الدكاكين اللي كانوا بيملكوها الخلايلة. الحاج عبد القادر واحد اسمه، واحد اسمه الحاج مرتضى. الحاج عبد القادر كان له دكان خليلي هذا. خليلي ومرتضى. والحاج اسمه مرتضى. الحاج مرتضى. خليلي له دكانة. غير الحاج عبد القادر ومرتضى. هذول الاثنين كانوا. وكان واحد من خراس كان اسمه علي كمال. واحد من خراس اسمه علي كمال. طيب. هاي صار دكان، دكانتين، ثلاثة، أربعة، والدكانة تبعتكم أربعة. في دكاكين أهل القرية نفسهم في نذكر زي مين؟ أنا نسيت من الحين بدور بطل. هلا تذكرت علي كمال ومرتضى وعبد القادر عشان غرب. عشانهم غرب. ودكانتكم. طيب إذا ذكرت لي دكاكين ثانية من أهل القرية، عرفت كيف؟ بنحكيهم بالمقابلة. طيب كان عندكم شو اسمه بالقرية قهوة؟ يعني مقهى قهوة في النظافة اللي مثلا حارة المشايخ فيها قهوة الصبح يعملوا قهوة حلوة والمغرب قهوة سادة. لا أنا قصدت حج قهوة. طيب مقهى. لا مقهى. لا مقهى لا تجارة لا. ما كان. طيب لو بدي اسالك عن الملاحم، كان في عندكم ملحمه؟ في ملاحم في الدكاكين. في مثلا يكون فاتح دكان وفي ملحم. في نفس الوقت يكون احنا كان الدكان عندنا كان في ملحم. في نفس الدكان ملحمه، يعني مين دكانتين، واحد للحم وواحد للاسمنت. ايوه، طب مين اللي كان يذبح وال هم اصحاب المحلات يذبحوا. اصحاب اللي فاتح لحام هو يذبح. يذبح ويسلخ ويبيع. كيف بدي يبيع؟ وشغلته. واغلب الذبائح ايش تكون؟ غنم سمار. غنم سمار. وبيض. وبدهم يوم العيد يوم شغلات شبر يذبحوا بقر وجمال.
مرات يذبحوا بقر وجمال. يذبحوا بقر وجمال. اه. في حدا كان مشهور بانه ملحمة فلان بس يكون فاتح ملحمة لحاله مش ملحمة. والله يا اخي كل منطقة يعني كل جزيرة يكون في لحم. يعني انا فاتحا بروح على حافة شفرية يجيبوا لحم بروح. كل واحد على المنطقة اللي هو فيها الجماعة اللي حواليه ياخذوا منه. طيب. انتوا يعني جماعتكم كانوا ياخذوا من ال نعم جنب دكانتكم الملحمة؟ مين كان مسؤول عنها هاي الملحمة؟ قلت لك واحد اسمه ذيب كان. اسمه ايش؟ ذيب. ذيب كان في الدكانة. واحد وعبد الحميد ابو طربوش هذا ابونا محمد كان في الملحمة. عبد الحميد ابو طربوش. ابو طربوش كان في الملحمة. طيب. هم كانوا يعني اللي فاق اللي قاعد في الدكان وفي الملحمة يعني يبيع في هذا وفي يبيع في الثنتين. الثنتين. طيب. طيب مثلا في حارة الكفرية كان من كان في دكانة هناك؟ متذكر شو الدكاكين كانت في حارة الكفرية؟ هذا شيء احنا كم سنة من طالعين نسيت هذا كلها. ولا اللحام؟ ولا اللحام ولا الدكاكين. طيب كيف كنتوا تحلقوا في القرية؟ في حلاق. من هو؟ واحد اسمه من الخليل اسمه أبو سعيد. من الخليل؟ خليل؟ أبو سعيد؟ كنت تحلق عنده أنت؟ أنا؟ لا. كان في عندنا واحد اسمه راغب من البلد. إذا أبو سعيد خليلي هذا؟ وين بأي حارة كان؟ يعني في حارتنا كان عندنا. بحارتكم أبو سعيد الخليلي. دكان يعني يكون فاتح و غرفة وفاتح فيها علاك كرسي وعادي كرسي يعني شغلة احلاكه شغلة احلاك. طيب حكيت عن واحد ثاني غير خليلي غير ابو سعيد. واحد من جماعتنا كان اسمه راغب. من اي عائلة راغب ايش؟ من عائلة المشايخ. راغب من حمولة المشايخ. كان متذكر في حدا ثاني كان غير الخليلي وغير راغب؟ في يعني في الشفرية كان عندهم حلاقين كمان. في حارة الشفرية كان عندهم. خليلي كان؟ كان في أربع خمس حلاقين في كل منطقة فيها حلاق يعني. أربع خمس يا أخي ناس يتعلموا هم مش ضل صار يفهم. صار يفهم. يعني بحدود أربع خمس حلاقين كان في البلد. في البلد. كل واحد في المنطقة اللي هو فيها. بس انتو كان عندكم راغب وابو وابو سعيد. وابو سعيد الخليل. وفي كان خلائلة في الحارات الثانية حلاكي. حلاكي لا. هو الخليل الوحيد الحلاق كان عندكم. شو كنتوا تدفعوا للحلاقين؟ كان يعطوا كم على الموسم قمح؟ في البيضة. على البيضة. يظل يحلق عنده كل السنة ده يجي البيضة للروح حسب ما هم متفقوا يا يعطي. طب حد الناس لو كانت تعمل عجينها وبدها تخبز كانوا على الطوابين ولا كان في فرن عندكم بالقرية؟ لا ما كانش فرن طوابين. العيلة لها طابون تخبز فيه. طب والناس كانوا هم اصحاب حلال عندي من بعر الغنم والدواب هذا اللي هذا يزب له الطابون فيه. وهذا احسن من الفرن واحسن من كل شيء. وقود هذا الزبد. طيب الناس كانت تخلط القمح مع الشعير والذره؟ مع اكثر شيء القمح والذره. الشعير قليل الا الناس الطفرانين كثير. اللي طفرانين كثير. طب اللي مش طفران بالمره وعنده خير كثير من القمح كان يخلط مع الذره؟ الذره كويسه مع اغلب الناس كانت تحب الذره مع القمح. ليش كويس ليش؟ يعني زي ما تقول يحبوها اكثر. يصير اطيب يعني. ظريف. بس ما فتح عندكم فرن يعني لسنه النكبه؟ لا. وكان متوفر عندكم القمح بالقرية والذرة في مهم فلاحين بيشتغلوش الا الذرة وقمح. ذرة وقمح. متوفر. وين كنتوا تطحنوا؟ وين كنتوا تطحنوا القمح؟ كنا نطحن في بيت الجمال هذا الدير تبع الطليان اللي كنت ساكن. دير هذا كان في مطحن وكان يروح يطحنوا فيه. بس انتم ما كان عندكم بابور طحين بالقرية؟ لا في الاخير صار وقت ما جينا نطلع ما استقامش كبير يعني
بالسنة الأخيرة يعني فكروا انه يعني أبو سنتين ثلاث أبو سنتين ثلاث صار فيه بابو الصين وشفتوا تطحنوا فيه. نعم. مين عمله؟ عمل خال إلي اسمه إسماعيل أبو حلاوة. إسماعيل أبو حلاوة. إسماعيل خالك؟ نعم. زعلان لأنه خالك عمل بابور طحين أنت؟ لا والله أكيد مش زعلان؟ لا. طيب إذا خالك اللي من دار حلاوة عمل بابور طحين، وين كان بابور طحين هذا؟ وين دار شو؟ أبو حلاوة. عائلتنا في جنب البلد. يعني مترف كثير عن البلد ولا بين البيوت؟ في وسط جماعتنا. في وسط جماعتكم. ومين هم جماعتكم؟ المشايخ. جماعتكم المشايخ. طيب وكيف كانوا يطحنوا لما بدهم يطحنوا عند خالك؟ كانوا يدفعوا نقود ولا يعطوا قمح ولا نقود؟ يدفعوا مصاري؟ طيب ليش ما كنتوش تدفعوا مصاري للحلاقين اذا في معكم مصاري؟ والله يا اخي الحلاق بكو هيك متفكين معه. خلص من الـ يكونوا من البيدر للبيدر. يعني هاي اعطاه جهد السنه اللي هذه اللي خلصت بدي يحلف بكره بدي يبدا جديد. ايوه تدفع نص سنه. ما كانش يا اخي مصاري، كانت كل هالشغله اللي يشتري بقمح وذره وشعير، واللي كل المعامله كانت فيها، وما كان في مصاري. كان في شو اسمه نجار عربي اللي بيصلح لكم سكة ال كان في يقول له نجار عربي. مين؟ من البلد. من البلد. أكيد من البلد يعني. مين هو؟ خالك؟ لا. ولا؟ لا مش خالك. كان في واحد من القسطين. من القسطين؟ هذا أكثر شيء كان مشهور. شاطر يعني بال أكثر واحد كان هو شاطر. ينجر ال عود لحراد يعرض عليه يشتري عنده. طيب مثل جربال الشغلات كلها يقول كل الشغلات الخشبيه يعملها هو. طب اذا بدكم شباك للبيت ولا شيء نجار الله كان غير ال مش تبع القسطين. لا مين هو النجار هذاك اللي كان يعمل من البلد كانوا من الناس اللي من الناس اللي تعلموا هالشغله وصاروا ينجروا. زي مين غير تبع القسطينة؟ تبع القسطينة ما حكيتليش شو اسمه؟ واحد هذا اسمه محمد شعلان. محمد الشعلان. من القسطينة. وكان ساكن في القرية؟ هو اساسا مش من القرية. ولا؟ نفري من برا، بعرفش من القسطينة ولا من الثاني يعني الثاني من القسطينة كان هذا يشتغل اسجاج الخشب. مالي حلاش. طب والسكه الحديد نفسها مين كان يعملها؟ كانوا ياخذوا يحسموهم بالرمل. يحسموهم على الرمله؟ ليش ما كانوش يجوا النور يحسموا سكه الاحراس؟ شغله النور ما تنفعش. تنفعش؟ لا بس تاخذوها على الرمله وبيظبطوها. كان يجي النور ويسووا عندهم، لكن ما قليل اللي يسووا عندهم، بيروحوا على الرمله يعني اليوم بده يروح على الرمله ياخذ سكه الاحراس معه. كانوا يعني بالرمله اشطر. طب كان في حدادين في القرية؟ واحد مهنته حداد يعني انه والله فلان غير النجارين تبعهم. حداد ليش يعني حداد؟ شو يشتغل حداد؟ يعني اي شغلة غير نجار الخشب ما كانوش الناس يسووا ابواب حديد، كان يسووا ابواب خشب. ابواب خشب لبواب. وكان النجار اللي ينجر خشب ينجر هو الباب. هو ينجر الباب. يسوي الباب تروح عليه. يسوي لك باب. لانه الناس كانت ابوابها كلها من الخشب. نعم. في اخر المرحله صاروا الناس يسووا حديد يروحوا من برا من الرمله من يجيب معه. طيب حج مبيضين الطناجر والصحون من برا يجوا. يجوا على القرية؟ يجوا على القرية ويجوا بيت وهالناس اللي ويصير فرع على الدور هو يجيبها للبزاعة اللي بده يشتري. بس مش يعني من برا كانوا يجوا. اي نعم من برا. طب والحذو الخيل وال كان من الخليل ومن الرملة.
يجوا ناس من الخليل ومن الرمل. يجوا من الخليل ومن الرمل. يحذوا البكر والخيل من الخليل ومن الرمل. نعم. بس النور ما كانوا يشتغلوا بحذف الخيل؟ لا. ما كانش في ولا دكانة مثلا انه والله هذا ببيع بس قماش ببيع في دكاكين بتبيع قماش فاتورة وفي دكاكين بتبيع اسمانة دكاكين وفي ناس ببيع اسمانة وفاتورة وفي ناس ببيع هذا ببيع فاتورة هذا ببيع اسمانة شو يعني فاتورة؟ قماش فاتورة القماش فاتورة القماش والبقالة اسمانة البقالة اسمانة سكر وحامض حلو وقهوة وشاي الأشياء والقماش اللي بيبيعوه كان يجيبوه من الخليل من الرملة يعني طب وتخيطوه وين؟ في خياطين في البلد زي مين؟ يعني انت مثلا كنت خيط عم تتذكر عند مين كان يخيط لك الثوب تبعك؟ بس بكير اذا ما راعي ثوب تشلها امي امك اللي تعمل لك اياه؟ الله يرحمه تعيش طيب ومين اللي كانوا يخيطوا حكيت في البلد؟ زي مين متذكر؟ واحد اسمه من الخليل اسمه ابراهيم ديح ابراهيم؟ ابراهيم ديح من الخليل ابراهيم ديح هو اللي خيط هو كان يخيط كنابيز و قنباز والدماغ تعلم يا اخي الناس تعلموا صاروا يعرفوا يخيطوا اهل البلد بدون ما اهل البلد صاروا يعرفوا يخيطوا؟ غير هذا صاروا يخيطوا الاخرين طب غير هذا الخليلي متذكر اسماء ثانيه خياطين يعني الخلايلة كانوا مندلين على قريتكم يعني على مكان تبعون الدكاكين كانوا مندلين واشتروا ارض في بلدنا ارض كثير بالله؟ صار ملاكين يعني اي نعم زي مين مثلا متذكر اسماء صار كم اللي سميت لك اياهم الحاج عبد القادر والحاج حامد والحاج مرتضى هذول اخوه واولاد عم اشتروا حوالي 12 كوشان ارض في البلد نعم طيب غير مخيطين وغير شو اسمه يعني مثلا بابور الكاز دخل عندكم بالقريه بابور الكاز بقى يجي نظر ينصب البيت وودوه يصلح بابور النور اللي صلحه النور طب والنور لما كان يجي وين كانوا يجلسوا بالقريه؟ اخي هذا معاه بيت ينصب مش في الشيخ ابراهيم ولا حاط المشايخ ينصب هالبيت باب الحاره ويجي الناس اللي بده يصلح حاجه له عليه. يحطوا الخرابيش تبعينهم. اي نعم. طب ما كانوش مرات يجوا النور مشان يعملوا زي سيرك وبهلوان يمشوا على الحبل واشياء زي هيك في القريه؟ عندنا ما كانش. ما كانش. وكانوا يجوا يشحدوا؟ كثير. في ناس ما لهم الشغله غير الشغله. كانوا يعملوا لكم اسنان بالذهب؟ البيت شغلت ما حداش كان هذاك العصر قليل جدا اللي كان يقاطع اسنان الذهب؟ بالنسبة للكرة بالنسبة للكرة طب أهل القرية عدا عن شغلهم بالزراعة والفلاحة كانوا يشتغلوا بأشياء ثانية؟ غنم حلال غير الغنم شجر 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 وزراعة وحلال غنم وبقر هذا كان شغله هذا نتيجة عمله ما كان في حدا يشتغل بالحجار مثلا يقطعوا حجار يا اخوي كانوا يجيبوا حجار ما كان نخرب احنا نخرب روميات ملان حجار يروح اللي عنده جمل يروح يحمل الجمل الحجار ويبني منه يعني حجار جاهزات جاهزين يعني ما عليكم الا تروح على هالخربه وتحمل الجمل ابدا يروح يكلع حجار وفي ناس من المحل ما يبني كان في الارض يعني احنا بنينا ثلاث عقود من الارض اللي احنا بنينا فيها من الارض ابوه كان يبحش بالفاس يطلع حجار وبن الحجار اللي طلعها حجار خرب؟ لا حجار مش حجار عادية هذاك اللي خرب شمسيات بس هذول مدفونات في هذاك يعني مكشوفين يجي مثلا دقيق اللي بدك الحجار اللي حجر بده تصليح يصلحه اللي من الخرب اللي من الارض اللي من الارض يضبطه واللي الحجار هذيك هذاك ما هو برضه بدها تصميم بالضبط بس ما هم احجار ضخمه هذيك كانت تكون مش هيك؟
مش جار كل خلال. مش كل حجر الوهم. كان يجي عندكم على القرية حكواتية من هذول اللي يحكوا قصص زي سالم وال شعار شعار؟ كانوا يجوا على المضافات على المضافات يقعد في المضافة يلمونا شوية كمح وياخذ يروح يومين تيسين كمح ما دام هو لكن الناس يجيبوا له وقعد وقعد ويجذب يحكي قصائد في بني هلال ذبح وسلخ شحر ونحر واطلع منها نخيره فدان بكر بس يكونوا الناس بتسمع ومبسوطين عليه يكون الناس يا زلمه على البركه الناس على البركه صوت كويس صوت معجبهم خلص بس كان يسليهم ما فيش شيء يسليهم غير هالشغلات هاي مش كان يسليهم لاهل القريه يسميهم ولا يسليهم يسليهم طب كان يجي صندوق العجب كان يجي برضه يروح الحراك؟ لا في الشوارع بالشوارع مشان الاولاد صغار ولا مشان الاولاد وهل بيحب يروح يتفرج يروح اما الحراك ما كانش طب الاولاد الصغار حج اللي بيطلعوش على الحصيده وعلى الزراعه بايش كانوا يقضوا وقتهم الاولاد الصغار شو طبيعه العابهم كانت المدرسه كان اول في المدرسه بعد ما يخلصوا المدرسه يروح يشتغل وين ما بده يشتغل حلال الشغل اللي يعني كان ممكن الطالب يخلص شغل يخلص مدرسه ويكمل يروح يشتغل يساعد اهله بده يروح يشتغل بده يعيش شو يسوي شو كان فيها الكره شو كان فيها؟ يا غنم يا فلاح يعني يا فلاح ابن فلاح ياخذ ابوه يحرث معاه يا راعي غنم يودي يصرح مع الغنم نعم هاي كانت فيها ما كان شيء يا اللي يقدر اللي عنده دكان يقعد عنده في الدكان. شو كان فيها الكرة؟ هذه اشكال. طيب الكبار لما يكونوا مجتمعين في الحارات شو كانوا يعملوا؟ هذول في النهار بحرصوا. طيب. والمغرب بيروحوا يتعللوا. وين حرصت اليوم؟ والله حرصنا في الارض الفلانيه. طيب. هالسوالف هذه. فكانوش يسلوا حالهم يلعبوا بشيء بالصينية لعبة الصينية كانوا يلعبوا صينية ويلعبوا نقدة نقدة؟ طيب شي لعبة الصينية؟ صينية كان في خاتم يحطوه تحت الفناجين صينية القهوة صينية القهوة يكون فيها فناجين مقرورة يعني؟ صينية قهوة وفيها فناجين نعم يصير يلعبوا يقول عاد يقول يعني كل اعطينا هذا لنا ان كان طلع هو هي طلع يقول له يفيل فيه يقطع ظهره يعني يكونوا مخبيين خاتم تحت فنجان من يعني يحطوا هالخاتم يعني يديروا ظهورهم يحطوا الخاتم تحت فنجان منه ولازم يعرفوا وين هو لازم عاد يندم عاد هو تو شطار هو شايفه مش شايفه لكن تيجي نصيب اعطينا هذا لنا ان كان صاحي يقول له كان صاحي يفيل فيه يقطع ظهره. يقول له مره يخلع شاربك. بس ما بس يصيح فيه يعني. يصيح صوت فيه، هذا اللي ما تضبطش معاه. طيب كان في لعبه ثانيه؟ حكيت لي النقده؟ النقده. شو النقده؟ هذا كان يعني يخط هيك خطوط. خطوط في ال وبعدين هيك. مربعات يعني؟ وبعدين يجيبوا ناس بحصوا وناس ببعر جمل. هذول بالبعر وهذول بالحصو. فريقين يعني؟ فريقين. هذول اللعبتين اللي كانوا مشهورين للكبار؟ في العاب ثانية بتذكر؟ لا. طب هالشباب اللي بهذاك اليوم ما فيش عندهم شيء يعني خلص شغل كل شيء وزاد عنده شوية وقت هالشباب الصغار. شو كانت العابهم؟ يا اخي اللي بحرث او مع الغنم اذا ساكن في القريه بروح على الحاره. واذا مش في القريه هذا عند غنمه ولا عند بنام في بنام في المحل اللي هو بيشتغل فيه. بنام مع الحلال. هذولا طبعا هالشغله اللي بيشتغلوها
وهذه مش كل الناس، هذه يشتغلوها اللي يلعبوا نكدة وصنية بعد ما يروحوا الناس الاختيارية والناس الكبار. آه بعد الشباب يقعدوا يتسلوا يشتغلوا يلعبوا مع بعض. الشباب؟ آه. زي إيش ألعاب الشباب؟ هي النكدة والصنية. برضو كان الشباب يلعبوها. برضو الشباب الصغار كانوا يلعبوها. آه هم اللي كانوا يشتغلوا. نعم. طيب حج بعد إذنك بدنا ناخذ استراحة دقائق ونتابع حديثنا، يعطيك العافية. الله يعافيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج حسني أبو طربوش من قرية بيت نتيف. هذا الجزء هو الجزء الثالث من المقابلة. حج في نهاية الجزء الثاني تحدثنا عن طبيعة الألعاب اللي كنت تلعبوها بالقرية لكبار السن والآخرين. الآن بدي أسألك سؤال عن المعالم التاريخية والأثرية اللي كانت موجودة عندكم بالقرية. حكيت لي كان في عندكم حوالين القرية خرم. نعم. متذكر أسماء بعض هاي الخرم؟ داير البلد كله كان خرم. أكبر الخرم هاي وين كان؟ يعني كلها يعني تقريبا زي بعض؟ زي بعضها. طب نسمي أسماء خرم؟ اكتب. يلا تفضل. نبدأ من الصالحي، كانت خربة شويشة. خربة شويشة؟ شويشة شويكة. خربة شويكة وين موجودة؟ هذه يعني في الجنوب الغربي من البلد. بالجنوب الغربي؟ في جنبها بير الصفصاف. ايوه قريبة على بير. بير الصفصاف قريب عليها. اقرب شيء لها بير الصفصاف. طيب هاي الخربة اللي هي خربة شويكة كنت توصلها انت لما تاخذ ترعى الحلال؟ كان بالغنم عليها. كان ارض بالغنم. طب شو بميزها هاي الخربه؟ ايش فيها؟ كان مثلا فيها مغور؟ فيها مغور ورجوم قديمات يعني. مغور ودور مهدودات زمان يعني. دور مهدوده زمان زمان. مش جديد. طب كنتوا تشوفوا شغلات اثريه يعني مثلا يعني تشوفوا مثلا قطع نقود اثريه، تشوفوا تماثيل؟ شغلات منقوشة على الحجار. احنا وقت اختيار بكينا صغار وما كناش نطلع على هالشيء، وجبنا شغلة الهجرة فجأة وطلعنا لا طلعنا ولا شفنا. طيب. اما الخرب هذول مبينات لكل الناس. طيب اذا في خربة شويكة حكيت لي في الجنوب الغربي. غير خربة شويكة. بيت فصل بالصينونها ولا شركة. بيت فصل. بيت خربة بيت. فصل. فصل. بشرق شرق هاي الخربة. جرفة بتكملها هي للشمال. وللشمال تيجي خربة اسمها جرفة. جرفة خربة. جرفة. لشمال مين؟ لشمال بيت فصل. طيب غيره؟ غير هاي الخرب، هاي صرت مسميها ثلاث خرب أنت. بتيكة. بتيكة؟ وين بتيجي بتيكة؟ في الشيخ غازي، في خربة اسمها الشيخ غازي. الشيخ غازي الله ما سجلناش. خربة الشيخ غازي. اسمها المنطقة هذه اسمها بتيكة. المنطقة اسمها بتيكة. والخربة خربة الشيخ غازي. الشيخ غازي. وين تيجي؟ من جرفة ولا لا 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 للشمال. شمال جرفة. نعم. طيب غير خربة الشيخ غازي. خربة اسم الله. خربة اسم الله. وين؟ هاي بتصير برضه منها وشامة. الشمال الشرقي. غيره. ام الدجاج. ام الدجاج. خربت ام الدجاج. للشمال للشمال برضه. شمال القريه ولا شمال ايش؟ شمال اللي خرب هذول بعد فينا. انا جيت من الشكل الغربيه. وشركت وبعدين صرت شام. نعم. خربت ام الدجاج. خربت الظاهي. طب خربة ام الدجاج ليش مسمينا خربة ام الدجاج؟ بعرف ايش انا شو بدني هذا؟ جينا ليش نسميها؟ شو بدني ليش نسميها؟ خرب الظاهي. خرب الظاهي. ظاهي. ظاهي. خربة البرج. خربة البرج. خرب الظاهي من ام الدجاج وشمال، خربة البرج من هنا وشركة. نعم. بعدين خرب السعد. خربة سعد. نعم. بعدين خربة العبد. نعم. خربة خربة الجاموس. نعم. خربة زنوع. نعم. خربة النبي بولس. نعم.
خربة اسمها هذه اليرموك، هذه زي ما تقول كأنها يعني كاينة مملكة لهذول الخرب. كأنها أكبر وحدة وأهم وحدة وأحدث أحدث بوليفيا. شو اسمها؟ اليرموك. اليرموك، خربة اليرموك. نعم، غيرها؟ كيافة. خربة كيافة. هذول الخرب اللي عداير البلد. بس أنت وأنت بتعد فيهم كأنك شايفهم، أنت كأنك طبعا من عشت فيهم، من بكيت أسرح بالغنم عليه. طب في بعض الخرب هاي كان في زي مغر، كلهم فيهم مغر وتتجمع فيها المي مثلا كلهم فيهم مغر ونعذب بالغنم فيها وتتخلص. مش مي، نعذب بالغنم فيها. تعذبوا لما تحكي تعذبوا بالغنم شو تسوي يعني؟ يعني في الشتوية نسكن فيها وتناموا فيها؟ في الغنم، احنا والغنم الناس. انتوا والغنم؟ طب كيف تشربوا الحلال؟ هذا في الشتاء احنا كنا نسكن فيها دي. وبعدين فيه نخرة، فيه نبيار مية جمع. جمع، بيار جمع. يعني اذا هدلوا معاكو على طول. كل المحل كيف بدنا نسكن فيه وين فيه نش مية؟ زعلان مني اليوم؟ لا. طيب كنت كان الواحد ينام فيهم يعني هو والحلال وال سوى هو والغنم. هو الغنم. طيب عمركم شفتوا ناس كانوا يجوا تبعون اثار يفتشوا وكذا من داخل الاثار؟ كثير تبعين اثار كانوا يجوا يفروا في الاراضي. يهود ولا؟ والله ما بعرف شبههم ولا ما كان يسالهم لا يهود ولا. طيب شو بعرفك انهم تبعون اثار؟ شو عرفك انهم تبعون؟ هم يكبوا شكلهم يعني يدوروا. بدوروا كانوا. واكثر شيء كانوا يدوروا باي جهه، باي مناطق؟ فيهم كل الكلام في كل الخرب. طب بدنا ننتقل لموضوع موضوع ثاني، موضوع مهم. بدنا نتحدث عن الثروة الزراعية والحيوانية. لما تنذكر قريتكم بيت نتيف، ايش بنذكر معها من الثروة الزراعية اللي كانوا يزرعوها الناس؟ زي ايش؟ احنا كنا نزرع قمح، ذرة، وقطاني، عدس وكرسنة. قمح وذرة وعدس وكرسنة وشعير. وعدس وكرسنة وشعير. طيب هذول اللي كنتوا تزرعوهم اللي عديت لي اياهم كان يفيض عن حاجتكم وتبيعوا ولا بس لحاجتكم هاي؟ لا كان يفيض عن حاجته وتبيعوا. طب الحب بس مش كل سنين. مش كل سنين. يعني السنة اللي بتيجي فيها خير كويس. سنين غلال نبيع وسنين اللي يا الله تكفينا. طيب وين كنتوا تزرعوا الحبوب هاي؟ بأي جهة من القرية؟ في السهل، أرض السهل. وين بتيجي أرض السهل؟ داير داير البلد. البلد زي ما تقول زي اللي حكيتها الفايل. هذا المناطق هاي كنا نزرعها كلها حبوب. حواليها جايه سهلية. حوالي هذا القرية وهذا حولها السهل. السهل. طيب هذا من جنس الحبوب كنت تزرعه، السمسم زرعتوه؟ زرعنا. كويس كانت زراعة السمسم، كانت تجيب دخل ولا؟ نعم. كانت تجيب نقود؟ مش كثير كانوا يزرعوا السمسم. مش كثير. لا. طيب الخضروات زرعتوها؟ الخضروات ما كان نزرعها شغلة بندورة كوسة قفوس. مش للبيع يعني؟ لا للأكل بس. للأكل. يعني كان يزرعوا قسم بسيط للأكل. زي البندورة وإيش كمان؟ بندورة وكوسة وفكوس. طب أشجار مثمرة إيش كان عندكم؟ أكثر إشي كان عندنا لوز وتين وصبر وخوخ، يعني هذه الاشجار اللي كان يزرعوها. اكثر شيء الصبر، حتى الصبر اكثر من كل هذا. الصبر اكثر شيء. اكثر شيء الصبر والتين. الصبر والتين. العنب، كروم العنب. عنب مش كان عندنا عنب، بس كان في بلاد في جنبنا يزرع عنب اكثر منه، واحنا ما كناش نزرع كثير. نشتري منه. تشتروا شري. طيب اللي ما عندش يعني استعمال زهر ما يشتريش. طب ما سألتكش على الزيتون. زيتون كثير كان يعني كان زيتون رومي حتى، مش انا زارعين. مش انتوا اللي زارعين؟ زيتون قديم كثير رومي. باي مناطق كان منتشر الزيتون الرومي؟ كل البلد. وين تعصروا الزيتون؟ كانوا الزيتون يعني في حجر
زي هاي آه. ويجلجلوه على 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 صفاه ويسوون لنا الزيت في المية. بعدين في الأخير صار بيت الجمال و صرتوا تعصروا في دير بيت الجمال. نعصر بيت الجمال، أما في الأول كانوا يعصروه على الحجر بعدين يحطوه بالمية. يعني هذه كالعادة صفاء نظيفة يروح النسوان يجلجلن الزيتون. شو يعني جلجلن؟ كلمة الجلجلن ايش؟ يعني هذا الزيتون يحط النهان يقول له يتمنى يتفقص. يتفقص. لما يتفقص يروح يحطوه في المية، مية سخنة ويطلعوا الزيت منه. هاي الطريقة البدائية، طريقة بدائية هاي. هذا أول الأمر اللي كان يشتغل. نعم. طب لما كنتوا بدكم تبيعوا الحبوب والشغلات اللي بتزيد عن حاجتكم بعد ما تخزنوا اللي بدكم تخزنوا؟ اغلب الحبوب كنا نبيعها على الرمله. على الرمله؟ اه. تعبوا على الجمال؟ على الجمال. وتاخذوا على الرمله؟ اي نعم. طب لما كنتوا تخزنوا في بيوتكم الحبوب هاي وين تخزنوها؟ كانوا يعملوا مثلا هذا حيط جبالنا، يعملوا خضار بطينه. يعني على الجدار الحيط؟ لا لا لا، الخابية يسووا خوابي يعبوها كمح، بس قبل ما يعبوها يحطوها على الحيط يعبوها. يسندوها على الحيط؟ أو يعبوها. من إيش يصنعوها الخابية؟ من إيش يعملوها؟ تراب أحمر. من الطين؟ آه. تراب أحمر وتبن يجيبوا ويسووا لنا. بس تنشف يرفعوها يحطوها على على الجدار الحيط. يسندوها على جدار الحيط يعبوها كمح وكرسنة وضوء وشيء. وكيف يصيروا يطلعوا منها القمح والشيء؟ إلها يعني هاي الخابية من مثلا زي هيك. يسووا منها انفكاع الخابية، يخذوك زي هيك فتحة يعني من تحت. فتحة صغيرة ويحطوا فيها شريطة ويطينوا عليها، لما بدهم يطولوا يفتحوها وينزلونها. اها. هذا بالنسبة للقمح، وإيش كمان؟ كل الحبوب. كل الحبوب بهي الطريقة على الخوابي. ما كانش عندكم مطامير تطمروا ال المطامير قبل الجانب، كان في مطامير، بس انا على دوري ما شفتش. على دوركم كان على الخوابي. اه. بس قبلكم كانوا واحد اجى من عرتوف مش عارف منين على البلد. اه. اجوا جماله يسالوا عن عندكم حبوب للبيع. اه. نطور الزرع وصفهم دار واحد فكير لا عنده كمح ولا عنده حاجه. طيب. قال لهم بصفهم الحوش راحوا علي. المرة شو بدها تقول؟ بدها ست جذبة. قالت لهم باقي عندها ربدة قمح مخضر من زمان قديم. قالت لهم والله القمح اللي عندنا زيها. قالوا واضح احنا ما بنزملش، هذا خربان عتيق. خربان طيب. كنتوا اساليب الزراعة الحراثة كيف على الدواب تحرثوا؟ الدواب قلنا اشي يحرث على بغل واشي فدان بقر، يكمن حاط نير عليهم ست شهورات. على زوج بقر؟ اه. ما عمركمش دخلتوا تراكتور على القرية ولا استأجرتوا ولا؟ في الأخير صاروا يكلبوا أرض كلاب في آخر ما سكنهم. قبل النكبة بشوية. النكبة بشي بسيط. صرتوا تستأجروا؟ صار يجيبوا تراكترات ويحرثوا. يعني انتوا جبتوا مثلا؟ احنا ما جبناش. دار ابو طربوش؟ لا ما جبناش. بس الناس اللي كانت تستخدم الالات ناس قلال جدا. قلال. طيب. طب البريطانيين كانوا يساعدوكم بال يقدموا مساعدة للفلاح الفلسطيني؟ البريطانيين كانت اجت محل يجيبوا لهم كمح ولا طحين ويغلوه. يبيعوه بسعر فاحش. أما إذا جت إغلال ما خصاب يشتروا الكمح اللي منهم بسعر رخيص. كان ياخذوا لما تكون السنة خصاب يشتروا القمح من الفلاح الفلسطيني. من الفلاحين بسعر رخيص. بسعر رخيص. ولما تيجي سنة محل استوردوا يعني يستوردوا يبيعوهم إياه بسعر عالي. هاي كان هاي البريطاني. هاي مساعدة البريطاني كانت. هذا انتقام، هذا انتقام مش مساعدة. كنت تحس انه البريطانيين دائما كانوا ما لناش يعني ما بنقدرش نعيش الليل. لا كنت تحس انه البريطانيين كانوا بس بينتقموا منكم يعني؟ من كل العالم. طيب لما كنتوا تزرعوا وكان واحد مثلا تقصر معه ايام الحراث ولا الحصيد ولا كان في عونه يعاونوا بعضهم.
يعاونوا بعضهم بكل شيء. كانوا يعاونوا بعض. واحد مثلا خلص والناس حصيده هو الساعه مش مخلص يقول لهم بكره بدي حصيدين، يروحوا ثانيهم مع كذا بده. طيب وايش كان يعمل لهم شيء؟ يعمل لهم وليمه مشان يساعدوهم؟ اه وليمه يا حليب يا لحم يا لهوم، المهم بكت خيرات يا زلمه، بكت خيرات. شغله الغنم هذه ببلاش بليره عن تساوي 10 طرطاق. الغنم بليره كانت؟ رخيص كان الحلال. رخيص بس ما كانتش الليره موجوده، ما انت عارف. مش موجوده الليره. انا عارف انها مش موجوده. طيب بدي اسالك على الثروه الحيوانيه. انت كنت ترعى ايام البلاد وتطلع صراحه سبع سنين بعد ما طلعت من المدرسه ولا حتى وانت بالمدرسه كنت؟ لا بعد ما طلعت من المدرسه. قبل ما اطلع من المدرسه في اولاد عمي لي كانوا لابوي، كانوا ثلاث وابوي لحالي، قالوا لا بصيرش احنا نسرح ثلاث وانت واحد، تطلع ابنك من المدرسه بالسرحه مع الغنم وبتدفع لنا اجار الثالث فيهم نص اجار، واتفقوا وياهم وصاروا يشتغلوا. طيب الحلال اللي كنتوا تسرحوا فيه كان لمين؟ يعني مين؟ شرج كانت الغنم، غنم سمراء الا انا ولاولاد عمي. الكو ولاولاد لاولاد عمك؟ لا عمك ولاد اخوه مهمه، كانوا اولاد اخوه. كان اخوه طيب؟ لا اخوه انقتل، ابوي كان في تركيا واخوه مات وراه. مات ابوه، اخوه مات قبل ابوي يرجع من تركيا. مين اللي راعى تركيا على الحرب؟ ابوي راعى تركيا. ابوك راعى تركيا؟ ومين اللي توفى؟ اخوه توفى. ابو الاولاد يعني لما ابوك رجع من الحرب لك اخوه ميت. لك اخوه ميت؟ فصار هو يهتم في واحد من اولاده قال له روح يا عم توريك وين حطوا ابوي. حمله وراح وراه الكبر. مين اللي قتله؟ مين قتل عمه؟ مات فيش قتل ولا وكان ياخذ كان يحرس يفرحس هم وياه هم ابوي. طيب الحلال اللي كنت انت تاخده وتطلع كم راس؟ والله اخي مش كل الاوقات، اوقات يزيد اوقات يزيد. كان عندنا 200 راس. 200 راس غنم سمراء. ها نحن صار هنا في هذا صار عندنا 400 راس غنم سمراء وبيضاء. وانتم هون بالاردن؟ ونحن هون بالاردن. وعندنا كان 7-8 بكرات هولندا. طيب كان عندكم غنم الغنم السمراء وكان عندكم بقر؟ بقر للحرام. للحرام. كان عندنا بكرتين بلديات هذول يلدن اولادهم يعلموا على الحرام يحرصوا عليه. وهي للحليب. اولادهم للحرام. اولادهم للحرام وهن للحليب. طب والحليب اللي بتاخذوه من البقر شو بس تعملوا منه حليب ولا تعملوا جبنه وما جبنه؟ لا ما كناش نعمل جبنه. لا حليب بس. بس حليب ولبن. حليب ولبن. لبن جميد وحليب. كنتوا تعملوا الجميد؟ مين اللي كانوا يعملوا النسوان؟ نعم. سم البلد الغنم برا، سم البلد الزبده يسوى. كان في ملاكين كبار للحلال عندكم في القريه؟ يعني انت بتحكي كان عندكم حوالي 200 راس، كان في ناس ثانيين؟ كلهم عندهم من 20 ل 200. مين كان في ملاكين كبار للغنم؟ زي مين؟ انتم مثلا كان عندكم؟ في عائله. انا فطنان. فطنان، اذا بتتفطن فطنان. يعني انت الوحيد كنت بس تسرع بال دار ابو حلاوه، دار حمد محمود، دار ابو شعيره، دار ابو راشد، هذول اصحاب الغنم كثير. كان اصحاب الحلال الكثير. ولما تاخذوا تطلعوا ترعوا بالحلال على الخرب. برا في الارض الارض كان عندنا جبال فيش فيها الا شجر، الحلال عليها صح. وكان يجي عندكم من قرى مجاوره ناس يجي ترعى في منطقتكم؟ لا يجوا ما يطردوهم ما يخلوهمش. انتوا تطردوهم؟ ليش؟ بدي يرعى حلال يمشي. يعني ما كانش يكفي، بكفي حلالك وحلال غيره. يا اخي بدي يمشي يخلوهم، يعني هذه ارضي اللي بديش اخليك تسرح عليها. هيك يعني حرين. انتم بتكونوا تخلوا اصحاب القرى الثانيه يجوا عندكم؟ اي نعم. ولا يجوا يوردوا على المي حتى كمان؟ قليل.
طيب والدك شو كان الله يرحمه؟ كان مهتم بال بيش بالضبط؟ يعني ابوي اخذوه على تركيا. طيب لما رجع من تركيا اخذوه شاب وهو شاب وهو شاب لما رجع من تركيا لك يا اخو ميت. طيب الحوش اللي احنا فيه لما رجع ابوي وهود اخوه واولاد عمه بطلع سبعه ثمانيه كلهم ميتين. وهو اجى صار يطيحوا خدامين يعني يجيبوا واحد بالاجار يحرث ويشتغل. إلا ولاد اخوه. يجيبوا واحد بالاجار مشان يرعى مشان يحرث مشان الارض ويرعى الغنم. يعني كان في ناس يجيبوا ناس رعيان وناس حرثين. نعم. من بلدنا ومن غير بلد. نعم. طيب هو ايش كان يعمل بالضبط؟ يعني والدك؟ مع الحراث يروح مع الحراث يطلعوا يحرثوا يعني الحراث يصرح من الصبح حول الساعة 9 8 7 ياخذ الاشياء اللي هم يروح الحكم يحرثوا له المدرب ويروح. نعم. والدتك كانت تهتم بال مهتمة بالبيت شو بدها تشتغل. طيب لو بدنا نحكي عن ملكية والدك والله بالأراضي والله ما بعرف هاي الملك في بلدنا يمكن كان حوالي بجوز 47,000 دولار لبلدنا أرض. وأبوي كان ملاك كثير. أما أراضي كلها قديش كان عندي بعرفش. تعرفش يعني؟ لا يعني ما كانش عيلتين ثلاث زي أبوي من الملاكين الكبار. زي مين؟ يعني زي بقول لك زي زي من دار ابو حلاوه من دار خميس من دار حمد محمود من هذول الناس الملاكين الكبار يعني. بس ما فيش رقم تقريب انه كيف كان ملكية والدك؟ لا لا والدي ولا غير والدي. طيب توصف لي الدار اللي كنت عايش فيها انت؟ دار خشب يعني. كيف خشب؟ السقف خشب والحيطان خشب على الاخر يعني ما كنتوش تحطوا عليه طين و خشب ويحطوا عليه نتش وطينه نتش وطينه بطل اسمه خشب هيك بطل اسمه خشب. هذا الحيطان حيطان حجر يجوا يحطوا خشب يستوها ويحطوا عليها نتش وكسل وتبن ويطينوها فيها. طيب واللي انت بتحكي انه كان صح. قبل ما نطلع بنينا عقود بحجر ويعقدون بريش ريش حجر مش خشب هذا الخشب النغم بطلوا يعني. من الحجر صار حجر جديد. يعني بنيته قبل لا طلعتوا بيت جديد؟ بكينا مبنين ثلاث عقود. وين بأي جهة من القرية؟ بالشقة الغربية. بالشقة الغربية كنتوا بنيتوا هذا البيت الجديد؟ طلعنا من الدور هذا لاك وبنينا غيره. سكنتوا فيه؟ سكنتوا. كم سنة؟ بعرف وربا كنت تسجل سنة. يعني سكنتوا سنتين ثلاث ولا بسنة النكبة خلص البيت؟ لا أكبر سكن. طب وصل لي البيت القديم اللي كنتوا عايشين فيه. البيت القديم الأولاني. كم غرفة كان؟ كان صرنا نحط البقر والجمل وبغلة وهذول فيه. بعد ما بنيتوا البيت الجديد صرتوا تحطوا الحلال؟ احنا سكننا في البيت الجديد والحلال في الدور القديمة. طيب قبل لا تبنوا البيت الجديد؟ بكى في مثلا هي هذه يكون لها مصطبة انما الاوادم عليها والحلال في قاع البيت. في قاع البيت. يعني انتوا والحلال مع بعض. في شبابيك كانوا بس هذا عالي. لا عالي المصطبة عالي. في الدور القديمة ما فيش شبابيك. بس هذول هذا مصطبة عالية من يعمل الأوادم عليها والحلال في عداير المصطبة. طب البيت الجديد كان أحسن من البيت القديم بإيش؟ طبعا أحسن كل حجر. كل حجر. بعدين الأرضية كانوا يصبوها. طب الأولاني حكيت لي حجر كان ولا حجر من الطين؟ حجر بس البيت الأخير الأرضية كلها يصبوها بطون. فيش فيها لا حلال ولا حاجة إلهم بس للأوادم. طب لما تحكي إنه البيت كان حجر وطين ولا؟ الأولاني حجر وطين. والثاني؟ أما الثاني عكد شيد وحجر.
شيد وحجر. لمين كان البيت الجديد؟ مين كان ساكن فيه؟ احنا اولاد عمي ساكن، ما بدي نسمي. هو البيت احنا وساكنين فيه. طيب يلا نسمي مين كان ساكن فيه؟ هذا البيت اللي طلعته اولاد عمي ثلاث وانا وابوي. اولاد عمك الثلاث مين هم؟ عبد السلام وحسن وذيب. عبد السلام وحسن وذيب هذول اولاد عمك اللي كانوا موجودين في البيت هذا. وكان في والدك والدتك اخوانك، مين كان والدك مخلف؟ انا اول واحد. انت اول واحد؟ اخوتي صغار. الصغار مين هم؟ خالد ومصطفى. خالد كان خالد موجود ومصطفى ومين كمان؟ بس غير خالد، بس خالد ومصطفى وانت؟ بس وبنات تنتين. وبنات تنتين؟ شو اسميهم؟ مريم وصار. مريم وصار. طيب بس يعني مثلا سؤال بالنسبة للبنات او للولاد، يعني ضروري يعني شو بتستفيد من السؤال على الاسم؟ شو بستفيد؟ بدنا مشان اللي اذا سمعوهم واولادهم واولاد اولادهم هم اولاد اولادهم يضلوا حاضرين. طيب طيب فيهم ناس ماتوا. فيهم ناس ماتوا؟ ماتوا. طيب حجي بدي اسالك عن وجهاء القريه. كل عشيره لها 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 وجيهه. لها وجيهه. هذه بلد كان فيها أمم كثير. أنا بالذرة أنا بلد صغير بقيت عمري. أنت مصر إنك كنت صغير. 20 سنة لما طلعت. صغير كان عمره 20 سنة. شو يعني بقيت ست سنين مع في المدرسة وسبع سنين مع الغنم، هي 13. وشو سويت يعني فينا هذاك الهوية؟ طيب ما أنت لما رئيس بالغنم عرفت كل المنطقة والقرية وحواليها مظبوط؟ يا اخوي بكيت اخذ لها تاريخ واساس ورسمها رسم. طيب وجهاء القريه اللي حكيت لي عنهم سميت لي انت عن وجهاء المشايخ والجمارنه وحكيت لي عن الكفريه، في ناس ثانيين كانوا يعني ما مشهورين بالقريه؟ لا. في حدا كان عندكم من حدا شارك بثوره 36 من المشهورين؟ اسماء؟ شارك. أسماء معروفة كانت بالقرية وفلان والله كان من المطاردين لل في 36 كان في شباب بيروحوا مع الثورة وراحوا مع الثورة. يعني ما انتهوا ماتوا. والأسماء هي متذكرها؟ متذكر مين أسماء كانت مشهورة على مستوى القرية؟ بذكر اسم واحد اسمه عبودة أبو طربوش وواحد اسمه علي نعمان. عبودة أبو طربوش؟ ومين الثاني؟ علي نعمان. علي نعمان، نعم. ما حدش كان عندكم من أزهري من هذول الشيوخ في القرية؟ كان يجي عندنا الشعار هذول اللي بكبير المحافظ زي ما قلت لك. هذول كان يجي. لا بحكي أزهريين من أبناء القرية. أزهريين كان يجي من مصر في رمضان، يجي مشان يتصدقوا عليه يقعد شهر رمضان. بس من عندكم من أبناء القرية أزهريين ما كان؟ لا ما كانش. ما كانش. وين أقرب مركز بوليس كان عندكم؟ عرتوف. يعني إذا واحد يشكي على الثاني يروح على عرتوف؟ يا عرتوف يا بيت جبريل، الثنتين. على الثنتين. مين كان الأقرب عليكم؟ تبع عرتوف ولا بيت جبريل؟ يا بيت جبريل. زرت قرى فلسطينية ومدن فلسطينية قبل النكبة أنت؟ قبل النكبة؟ أنا زرت ولا حاجة، كنت مع الغنم وحرات. لما كنتوا تطلعوا تبيعوا الحب في الرملة؟ ما كنتش تشتروا، ما كان يروح أبوي ويروح أولاد عمي. طب حاج بدي أسألك، هلا بدنا نحكي عن الأعياد والمناسبات الاجتماعية اللي كنتوا تحتفلوا فيها في القرية. يعني شهر رمضان لما كان يقترب شهر رمضان بده يجي، كنتوا تستعدوا له بطريقه معينه بالقريه؟ طبعا. كيف؟ رسوم وجهزوا اكل انظف من هذاك. يا اخي هذول كانوا اصحاب كره واصحاب حلال، عندهم حليب من الثمر اللي هم الغنم والبقر اللي عندهم. يعني كانت عندهم الثمر اللي بدهم ياكلوه. موجود.
موجود عندهم. موجود كل شيء بس. عندهم غنم وعندهم بكر وعندهم بكر عندنا دكاكين وعندهم لحم وبقالة وعندنا كل من اللي موجود عندهم. يعني ما كنتوش تحتاجوا شيء من بشهر رمضان تجيبوه من برا؟ لا. طيب كيف تعرفوا انه هلا صار موعد الافطار؟ ما هي يعني زي ما بنعرف اليوم كنا نرزق. اليوم كنت تسمع الاذان؟ يا اخي الناس كانوا ولو انهم يعني كانوا يعرفوا عن جون كان يمشوا هذا الشهر وعلى الشهر هذا شهر كذا وهذا شهر كذا. يعني اذا كانوا لحالهم يقدروا انه هلا خلاص صار ابدا شهور غابل. عارفين الشهر هذا شهور وهذه نجمة السيل وهذا الميزان وهذا كذا هذا كل شيء كان معروف. نعم. مين كان يسحر اهل القرية؟ يكون في واحد فقير يطلع يدق بهالطبل على تنكة يسحر الناس. تتذكر اسمه؟ عبد الله العلاوي. عبد الله ايش؟ العلاوي. ليش متذكر اسمه طيب؟ كل يجي على بالي. طيب الزلام الكبار لما كانوا بدهم ياكلوا طعام الافطار بشهر رمضان كانوا يروحوا على المضافات؟ اول كانوا في المضافات يروحوا. في الاخير احنا لما صار عندنا دكان احنا جماعتنا في الدكان نفطر. رجال يعني العيلة؟ العيلة باب الدكان ياخذوا فطور ويفطروا في الدكان مع بعض. بس قبل هيك كانوا في المضافة. يعني الزلمة يحمل صحون الاكل تبعه ويروح على المضافة. اي نعم. نعم. ولما يجي العيد؟ العيد وشو بدي عندهم غنم ويذبحوا غنم ويعيدوا. بالعيدين كانوا يذبحوا بعيد الفطر وعيد الاضحى؟ اكثر شيء عيد الاضحى. عيد الاضحى. طب اول شغله شو كنتوا تعملوها بعيد الفطر؟ يطلعوا على صلاه العيد؟ طبعا ما يصلوا شيء. يصلوا صلاه العيد. صلاه عيد الضحى. وبعدين يطلعوا على المقابر ولا ما كانوش كان هاي العاده؟ كان يروح للنسوان. النسوان اللي يروح على المقبرة؟ لا والزلام اللي بده يروح اذا واحد ما يميت له قريب بده يروح يزوره يروح. انا نسيت اسالك بشهر رمضان كان يجي عندكم شيوخ؟ حكيت لي من كان يجي من مصر الفقراء العلماء يقرا بشهر رمضان. يظلوا الشهر كله عندكم؟ الشهر كله يظلوا عندكم؟ الشهر كله كان يتصدقوا عليه ويسحب على وروحه بعد ما. طب ما انتم كان عندكم ثلاث مضافات وعند مين يجي؟ مش واحد يا اخي اللي كان يجي على المضافات اللي بدي. يعني يجي مرات يجي اكثر من واحد. طبعا اكثر من واحد. وبعدين انا يعني لما كنت جاهل انا يعني انا بروح على المضافات الشباب الصغار ما يروحوش. يروح على المضافه تبعتهم. اما مثلا انا اروح على الجمارنة على التفريه بروحش. بتروحش طبعا. لا. عيد الاضحى بس كان يتميز بالذبح يعني بس بالضحيه عيد ما هو عيد الضحيه. عيد الضحيه هذا يذبحوا فيه. كنتوا تعيدوا بس هاليوم الاول ولا كان ثلاث ايام كان عيد الضحيه؟ واللي ما عندش كان في ناس يذبحوا ذبائح ويبيعوا لحم. يبيعوا ما عندش غنم. يشتري لحم. يشتري لحم. كانوا يعملوا موالد عندكم بالقرية؟ يعمل. بأي مناسبات تكون المولد يعني؟ إذا واحد إذا طهر واحد يعملوا له مولد؟ يعني إذا صار عنده حاجة يقول نذر علي إذا صار إذا يعني إذا مر يقول الناس غير أسوي نذر. إنه إذا فلان إذا أسوي نذر مولد. نذر مولد. خميس البيض كنتوا شو اسمه بتتذكروا؟ كانوا يسبقوا بيض. ويجي الاولاد يشحذوا من هالنسوان اللي عندهم. يسلقوه للبيض ويلونوه يعني؟ كانوا يصبغوه. ويصبغوه باي الوان؟ احمر واصفر. احمر واصفر. ويصير يتكامشوا؟ يطاكشوا البيض ب نعم. لكن انا بدي اسالك سؤال. هلا بدي اجاوبك على كل الاسئله بعد خمس دقائق. شو اللي بدنا تطكيش البيض ولا؟ طيب خليك معي حج. هلا كان في احتفالات شو اسمه
النبي موسى والنبي روبين والنبي صالح عليهم يروح. ها؟ كان يروحوا عليهم. كان يطلع أهل القرية يروحوا. اللي بده يحب يروح. مش اللي كان يروحوا اللي فاضيين شغال، مش أصحاب الحلال والفلاحين. الفاضيين شغال اللي صاد مالي الشغلة يروح. أما صاحب الحلال هذا حاجة فاضي عنده. ولا يروح ولا اللي عنده حلال بس كون شو اسمه؟ الفيضة مش فاضي، الفيضة مش فاضي. يعني انت قصدك تحكي لي انه الناس بالقرية كان معمي ضوهم، الله عامي ضوهم من كثر ما كانوا يركض وراء الحلال والزرع والهاد، يعني ما كان يعني انا بدي ادشن عندي رعوة غنم، بدي ادشن في الدار واروح انا على النبي صالح وعلى روبين وعلى النبي موسى. اكيد مش انت اللي راح تروح، بجوز الناس ثانيين اللي بدها تروح، صح؟ انا بقول لك اللي ما عندش يروح واللي عنده ما يروحش. اللي عنده ما يروحش. بس كنتوا تسمعوا فيهم المواسم هاي النبي موسى بس النبي. بس الطهور كانوا يعملوا له حفلة كبيرة وعريضة ولا مش كل الناس مش كل الناس طيب حج بدنا بعد اذنك ناخذ استراحة دقائق ويعطيك الف عافية. الله يعافيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج حسني أبو طربوش من قرية بيتنا التيف. هذا الجزء هو الجزء الرابع من المقابلة. حاج لو سمحت، الآن بدنا نتحدث عن الزواج في القرية وطقوس الزواج في بيتنا التيف. كان طبيعة الزواج يعني داخل القرية ولا كنتوا تزوجوا طلعوا بناتكم للقرى المجاورة؟ برا قليل. بس كله كان في البلد. طيب كان منتشر عندكم زواج البدل؟ كان منتشر اول وخفت يعني الظاهرة ولا؟ طبعا لا خف. كيف يعني زواج البدل؟ صاروا الناس مثلا لما يكونوا متبادلين اذا زعلت هذه بيأخذ الثانية، فصار صعب. مش مريح يعني من ناحية اجتماعية صارت صعبة. اذا يعني اذا انت زعلت اختي يعني واحد بجوز يكون واحد من هالأربعة البنات تنتين وزلام اثنين بجوز يكون عاطل، بجوز يكون ما يمشيش على خاطرهم، فبيسوي فتنة. كل واحد بأخذ أخته أو بحرد منه. طيب الأرقام المهر اللي كانت متعارف عليها زمان، يعني أول كان 50 دينار ووصل ل 150 و200 و300 ظلوا يرتفع يعني طبعا كل ما تحسن الوضع في البلد تتحسن الناس مع مستوى المعيشة يعني كل ما يصير فيه غلة بإيدين الناس. يعني أكثر شيء وصل ليوم وقت النكبة 48 كم الرقم اللي بتذكره أكثر شيء يعني؟ كان في ما وصلش 1000 ليرة. ما وصلش 1000؟ لا. طب الحفلات وين كانت تصير لما يعمل التعليلة؟ قلت كان في باب المضافة في ساحة واسعة. نعم. فكل واحد بده يتجوز يعملوا الحفلة باب المضافة، وبعدين كان سوامر يعني يقعدوا صف من هنا وصف من هناك ويردوا على بعضهم. يردوا على بعض السامر هذا. ويبلش كيف برضا يدبشوا. طب كانت تستمر من اي ساعة؟ تبلش من اي ساعة وتستمر لمتى؟ حفلات السامر؟ بعد من المغرب يعني يصير حتى تنتهي السهرة. طب كيف يكونوا ضبوا على حالهم بالليل؟ كيف في؟ هو لوكس لوكس اللي في الشمبر هذا؟ ما كانوش مرات يولعوا حطب هذا الحطب موجود دائما عندنا، هي بلاد حطب. بلاد حطب. يعني ممكن يولعوا النار حطب؟ النار دائما مولعه. سواء عليها شاي وقهوه والسوالف هذه. هذا داخل ال لا في نفس على شكه يعني عاملين. بس الشغلات اللي تقدموها للناس كانت للشباب اللي بيجوا بيشاركوا بالافراح بس الشاي والقهوه. بس ما يذبحوا بايام التعليلة؟ لا في التعليلة ما كانوا يذبحوا لما يصير العرس يذبحوا. طيب لما يكون ثاني يوم هو
قصة التعليل وبكرة الزواج. ايش بايش بالتفصيل بلش، كيف بلش يومهم لما كل اليوم يوم الزفاف؟ نهار الزواج يساوي غدا، ويعزم يكون عازمين هالناس، عازمين بعضهم اهل العريس. اهل العريس ايوه. يعزم يساوي مناسف و... طب يعزموا اهل القريه وقرى الثانيه مثلا؟ لا بيعزموا جماعتهم، يعني المشايخ زي ما قلت لك بيعزموا من المشايخ. الشفريه بيعزموا، بيعملوا عندهم مع الشفريه، الجمامه بيعملوا عندهم وبيعزموا جماعتهم. ليش بتكونش على مستوى القريه يعني؟ لا مش على مستوى القريه، على مستوى كل حموله، كل حموله بحمولتها. طب والحمايل الثانيه اللي بدهم يشاركوا بهالافراح بده يجي واحد يتفرج؟ ايش معنى يجي؟ اللي بده يجي يتفرج يجي، اللي بده يحب يتفرج ويصير بيجي. اما الشباب بيقول والله في عرس اليوم عند فلان، نروح نتعلل هناك. يجي ولا تفرص التعليل. طيب لما اذا بتبلش اول شيء بالغداء، الغداء اول شغله، الغداء بظل لاخر مرحله، نهار اخر الحفلات اخر مرحله. طب اول مرحله يعني نهار الغداء بتغدوا، بروحوا يجيبوا العاوز. طيب كان شيء اسمه حمام العريس او شيء يحمموه في يحمموه اصحابه يعني ولا اصحابه في بيت واحد منهم، في بيت واحد من اصحابه. طيب يتغدوا الناس وبعدين يروحوا يجيبوا العروس. يجيبوا العروس، مين اللي يروح يجيب العروس؟ يعني يجهزوا شيء ل اهل العريس يروح بتجيبوا العروس اللي هم بده يجيبوها. كيف يعني ياخذوا يزينوا؟ كانوا ياخذوا جمل ويحطوا عليه حوائج ويركبوا العروس على الجمل. دائما على جمل ولا مرات على خيل ولا؟ لا لا على دائما على جمل. ويزينوا الجمل حوائج عليه ويحطوا فيه يعني زي مقعد للعروس تقعد في وسط الـ في وسط الـ على 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 ظهر الجمل. وتكون طبعا العروس مغطية بالعبايه. مغطية. طب مين يطلعها من البيت العروس؟ اهلها هم اللي، وانا ابوها انا اللي هم اللي ركبوها على ركبوها على الجمل. على الجمل. والموكب يمشي من بيت العروس لبيت العريس. لبيت العريس. كان في عادات عندكم انه العروس قبل ما تفوت البيت يحطوا شيء على يحطوا عجينه على الباب او شيء من هالنوع؟ هذه النسوان كانوا يعملوا لنا عجينه ويجسوا بيضه وشغلات زي هيك. طيب الشباب كان في عاده انه الشباب يضربوا العريس هيك بعصاي وشغلة؟ لا ما هو كان في يكون دبشات يدبشوا يربون او شباب او العريس. لا كان في بعض القرى في عاده انه العريس يروحوا يعني واخذينه هيك ضربينه. الشباب زي اذا بدهم بدهم ينجحوا معاهم. طيب كان في شيء اسمه صندوق العروس في ال؟ لا صندوق تحط وعيها فيه هو يطلع معاها من دار ابوها. من دار ابوها الكسوه اللي لها غراض العروس يحطوهم في صندوق. صندوق يطلعوا حوايج لها. الكسوه هذه لها الحوايج في الصندوق والكسوه يطلعوها مع. نعم. طيب حد النقود كان بأي مرحلة من العرس؟ بعد المغرب. بعد المغرب؟ خلص بدهم يجي العريس يخش على العروس ويكون مجللينهم ويرفع أجلال عنها وتكون عنده مع مش جنبها واحدة أختها أمها يعني في إيدها محرمة العريس يحط النقود في ايد العروس والعروس تعطي لكرامته. والعريس كانوا ينقطوه كمان جماعته؟ الشباب ينقطوه.
سمحت بدنا ننتقل لموضوع اخر، بدنا نتحدث عن الوفاة بالقرية. عن الوفاة، الوفاة لما واحد يتوفى. اول شيء كان في مقبرة بالقرية. وين كانت؟ بأي جزء من القرية المقبرة؟ مقبرة واحدة كانت. الجماعة كان لهم مقبرة يكبروا فيها في منطقتهم. يعني كانت في ثلاث حمايل، يعني كانت في ثلاث مقابر مثلا؟ نعم. يعني احنا لنا مقبرة في ارضنا. لما يموت واحد منا بنروحش على الجفرية وعلى الجمال ندفن في مقبرتنا. وهم نفس الشيء. وهم نفس الشيء. طيب لما كان الواحد بتوفى من القرية، كانوا بغسلوه في بيته وبعدين بدهم ياخذوا يصلوا عليه، وين بيصلوا عليه؟ كان الناس أكثر شيء يصلوا في المسجد اللي هو كانوا يسموه الأربعين. هذا كان الناس يعني يروح يصلوا فيه. نعم. ولا في المضافة تبعتهم. نعم. في المضافة أو في البيت أو يعني حسب إرادته. طب حالة الوفاة كانت كل أهل القرية يشاركوا بهالمناسبة؟ كانوا يشاركوا. مش زي الأفراح، يعني الأفراح ممكن تكون إنه والله هاي هذا الفرح للحمولة الفلانية، العزاء كان يكون للجميع. كانوا يشاركوا ويسووا لهم أكل لأهل الميت. انتوا حملتكم مين كان ياخذ غداكم غدا الميت؟ ناس منهم يعني اللي يجوا اول، يعني لما يحل يسمعوا ان فلان ميت، الناس اللي يجوا اول هم اللي ياخذوا الاكل. ياخذوا الاكل. نعم. العزاء كم يوم كان يستمر؟ ثلاث ايام. الناس كانوا يغيروا لبسهم لما يحدوا النسوان، كان يغير لباسه، يعني اللي عليها شركة بيضة تصبغها جميلة وتصبغها تغير لونها. في بعض القرى كانوا بعدين كانوا الناس أول اللي في المعلمات يحدوا أكثر من مش من زي اليوم، كانوا بكا و طب حد في بعض القرى كانوا النسوان مرات يلحقوا موكب الجنازة ويعملوا زي حلقة ويصيروا يلطموا وأشياء زي هيك. كان في موجودة. كان موجود. طب بدي أسألك عن موضوع آخر، بدي أسألك عن فريضة الحج. وانت بايام البلاد كان طلع حدا حج من عندكم؟ قليل جدا. ما كانش قليل اللي تروح يحج. قليل جدا. تتذكر حدا من اللي راح يحجوا؟ ماتوا من الحين اللي بتذكر. لا بعرف انه اكيد ماتوا، بس انه بتتذكر اسم من الاسماء اللي راحوا حجوا غابوا غيبه طويله. بتذكر الحج محمد بدوان، الحجه الجميله، الحج محمد عبد الحميد. ناس كان الحج قليل جدا. ليش فكرك كان قليل؟ اولا يجي الناس كانوا ضعاف، قليل ما في ماده. نعم. وبعدين كان الحج بعيد، ما كانش كان يروحوا على الترين، مش يروحوا على مش زي اليوم سيارات تحملك وتوديك وتشوف. نعم. ما كان هذا. كان يغيبوا اشهر يعني ولا؟ يغيبوا لما يعني واحد بده يروح على الترين وعلى مواصلين تخلص وقت الحج. نعم. طيعات. يعني كان يطولوا اليوم قاعد 20 يوم بروح وبرجع. هذا ما كانش موجود، هذا كان مدة أطول. نعم. عمرك شفت واحد من الحجاج اللي رجعوا يعني عمرك استقبلت واحد من الحجاج من ذكاء؟ انا كنت جاهل، انا كنت حجاج. طيب حج، احنا هيك بنكون خلصنا اسئله القسم الاول كله. اذا في عندك شيء حابب تضيفه على اللي حكيناه كله عن الزواج؟ انت بتسال وانا بجاوبك على اللي بتساله. نعم. طيب يعطيك العافيه. الله يعافيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج حسني أبو طربوش. هذا الجزء هو الجزء الخامس من المقابلة. حاج، في هذا الجزء بدنا نفتتح أسئلة القسم الثاني. أسئلة القسم الثاني راح تتحدث عن مرحلة تاريخية ونضالية مهمة في تاريخ الشعب الفلسطيني. بدنا نتحدث عن ثورة 36 والتصدي للانتداب البريطاني والعصابات الصهيونية. نتحدث عن اللجوء وعن رحلة الشتات. بداية بدي أسألك، في متذكر إشي من فترة ثورة 36 والإضراب الشهير، إضراب الستة أشهر؟ أخي بقول لك، أجوا طوقوا البلد. نعم. الإنجليز، وصارت انهارها معركة، جيش مشاة وطيران، وانقتل اللي انهارها القائد اللي هو من علار اسمه أبو الوليد. وبعدين أخذوا اعتقلوا حوالي 10-15 واحد، كان في كنز علار حطوهم سجنوهم بالتأسرة 8 أشهر أو أكثر. كان في حدا من أبناء القرية مع اللي اعتقلوهم؟ كلهم اللي اعتقلوهم من القرية. كلهم من القرية؟ من القرية. نحن طوقوا القرية واعتقلوا الناس اللي ولموا البلد في الطوق اللي عملوه. واعتكروا اللي بدهم، يعني مثلا بدنا فول تعال انت ياخذوا يعتقلوا. طيب، هي اول شيء حصلت المعركة وبعدين صار الطوق ولا ايش اللي صار؟ المعركة صار اول المعركة لحال صارت، والطوق بعدين طوقوا، بعدها طوقوا البلد واعتقلوا اللي بدهم اياه. طيب، المعركة اللي صارت كانت قريب وين بالضبط؟ على اراضي القرية يعني؟ في اراضي القرية. طبعا. اراضي القرية في الشرق، في القسم الشرقي من البلد. بالقسم الشرقي. طيب، متذكر إشي من المعارك؟ يعني كنت تسمع صوت إطلاق نار وكذا؟ كان هم هادو طلبوا بدهم بارود، يعني يجيبولهم يعني على البلد، رموا كل بلد هذه 5 بارودات، هذه 10، هذه 6. الثوار يعني؟ الثوار الإنجليز بدهم من أهل البلد، بدهم يطلعوا البواريد اللي عندهم. بدهم بارود من البلد، بدهم بارود. بس المعركة، على ذكر المعركة اللي حكيت لي عنها، اللي مات فيها اللي من علار القائد. هذا كان القائد من علار، والثوار كانوا من أهل القرية؟ لا، فيهم من القرية وفيهم من غير. الثوار هذول يعني كانوا مش من بلد واحدة، من أكثر. يعني أنا حاب أروح مع الثورة أروح تلتحق فيها. لا، مش بس كان عندكم ناس من أهل القرية ملتحقين بالثورة؟ كان عندنا، ولا كل بلد كان منها ناس. طب متذكر أسماء من شباب القرية اللي كانوا ملتحقين بالثورة؟ 2 من جماعتنا، كان واحد اسمه عبود أبو طربوش وعلي نعمان. عبود أبو طربوش وعلي نعمان، هذول من الأسماء كانوا اللي كانوا من جماعتنا، كانوا في الثورة. كانوا في الثورة. المعركة اللي صارت هاي، غير القائد هذا اللي من علار، في حدا ثاني مات فيها المعركة؟ لا، بس هو اللي مات. بس. طيب، ولما اعتقلوا شباب من القرية؟ اعتقلوا 10-15 واحد، وحبسوهم في كامب كان اسمه كامب علار. يعني بالضبط مش عارف قديش، يعني كم شهر اعتقلوهم حتى افرجوا عنهم. طب هالشباب 10-15 متذكر اسماء منهم؟ والله مش كثير، بجوز اللي بتسمح فيه ذاكرتك. واحد كان اسمه راغب تايه، وغيره ما والله ماني فطنان. راغب التايه؟ راغب تايه. من القرية؟ من جماعتنا. من جماعتكم. من أي حمولة؟ المشرف. طيب، هذا الطوق اللي عملوه واعتقلوا الناس وكانوا يفتشوا على أسلحة، أخذوا أسلحة من القرية بهذا الطوق؟ لا، ما أخذوش. طيب، لما كان وقتها ما كانش سلاح. في البلد ما كانش في سلاح. ولما يا أخي لما أجوا بدهم يقاتلوا، صاروا يرموا على البلد مثلا 10 برودات 20 برودة على الحمولة هذه، راحوا على مصر اشتروا. هذا لما سنة لما صارت 48. لا، خلينا احنا لساتنا بعدين عن 48، بنحكي عن ثورة 36 والاضراب. 36 ما كانش، لا كان بارود ولا شبكة تلك.
طب لما حصلت الاضراب، اضراب الست اشهر، اثر عليكم القرية الاضراب؟ تعرف صار الناس بطلت تقدر تطلع على المدن تبيع والله تشتري. انا هذا ما بذكر. ما بتذكروش؟ لا. طيب انت على وعيك، انت كنت تطلع وترعى وتاخذ هالغنم وتطلع، كنت تشوف اليهود؟ مره انا شفت وانا مع الغنم، كنا في وادي اسمه وادي الصنع، هذا بيطلع كانت فيه الاسفلت تطلع من البلد تروح على بيت لحم. شفتهم، بس هم لما كانوا يشوفوا العرب يخافوا يشردوا، ما كانوش يطيروا يعني. انا شفتهم، انا بطلع 7 8 في وادي الصنع، ولما شافوا الغنم والريان شردوا. هاي هي المرة الوحيدة المذكر شفت فيها بهذيك الأيام. طيب والله مرة لو بدك كانت بدها تلاقي غير تبكي اليهود في هذاك العصر. لو مرة بدها تقتلهم، بدها تلاقيهم يعني تصادم تلاقيهم في زي هيك غير تبكي. ما كان عندهم مراجل ولا كانوا يعرفوا المراجل. بس بالاخر ده شو اسمه طلعوكم من البلاد؟ طلعونا واطعمونا بطيخ. بطيخ. طيب قبل ما يطعموكم البطيخ وانتم في بالقريه، كان تصير مرات فزعات؟ قبل ما نطلع الناس اللي اجى الجيش المصري كان في قاعد في بيت الجمال، وبعدين الناس يعني صاروا مثلا الحمايل بدهم يلموا منهم شباب، واشتروا بارود وجبهات صار هذا ما اجوا المصريين على بيت الجمال. كان اليهود بين بلدنا وبين دربان. نعم. سكنوا اجوا في منطقه يعني في النص، نبي ميزر وفي حد يعني في البريج، كان في جبهه نعم للعرب، وكانوا اليهود من الشكة الشامية كانوا محتلين الشمال من فلسطين، وكانوا العرب في المناطق اللي هم ساكنين فيها. طيب لما اجوا المصريين على عين الجمال، بيت الجمال، دار بيت الجمال، صاروا ينزلوا عندكم على القرية، كنتوا تشوفوهم يجوا على القرية المصريين؟ كان يجوا. شو يجوا يسوي، يدربوكم يعني ولا؟ كان يجوا بدهم مثلا فلان مطلوب ما راحش، يجي يطلبوه يودوه على الجبهة. بدهم يودوه على الجبهة. طب كانوا هم برضه عندهم يعني كانوا عاملين في بيت الجمال، في يودوا لهم يروحوا يجيبوا الجيش يعني هالشباب اللي كانوا عاملين جبهة حاطينهم فيها، كانوا يودوا لهم يجيبوا أكل يودوا لهم. يعني كنتوا انتم تزودوا وانتم في القريه تزودوا الناس اللي على لا هم الجيش المصري كان هو عامل طعام لهم. هو اللي يطعمهم وبعدين يروحوا يجيبوا فشك ويجيبوا ذخيره يعطوهم للبرود اللي معهم. طب اهل القريه كانوا يلموا مصاري من بعض مشان يشتروا سلاح؟ هم اشتروا سلاح مثلا حموله بدها رموا عليها كم البارود، طبعا يلموا مصاري يشتروا. يعني اول شيء يلموا مصاري من كل حموله من بعض ويطلعوا يشتروا؟ يعني انت يقولوا لك عليك باروده، احنا اشترينا باروده ب 40 دينار انجليزيه جيشيه من الصواري هذول اللي من هالشباب اللي كانوا في بريطانيا وشردوا من الجيش وباعوا. انتوا يعني لما تحكي احنا اشترينا باروده الحموله كلها؟ لا لا لا، احنا بس طحن دار الحموله شروا اللي معاه مصاري صح له بارود اشترى. طب انتوا يعني دار ابو طربوش كان عندكم ابوي لوحده اشترى باروده من مصري. وجبنا جانا وعبود ابو طربوش جاب لنا باروده من الثوره. عبود ابو طربوش جاب لكم باروده من الثوره. وغيره بواريد مع مين كان؟ الناس اللي كل واحد اللي اشترى الناس اغلب الناس تسلحت يا اخي، ما هو صار الجيش اليهودي بدهم يهاجموا الناس والناس صار يشتروا بارود ويقابلوهم. نعم. طيب
كيف طلعتوا من القرية؟ كيف طلعنا من القرية؟ آه. أجل اليهود بجيشهم هاجموا البلد والناس خافوا وصار يقولوا إنهم بيعملوا في الأعراض ومش عارفين وخافوا الناس على أعراضهم. كانت صايرة مجرة دير ياسين مش هيك؟ كانت صايرة دير ياسين وصلوا أخبارهم. مكتور البيك عبد الكادر البيك عبد القادر الحسيني. آه. والأخبار أثرت عليكم هاي الأخبار؟ آه طبعا أثرت ولا يعني لما يكونوا هذول بيفعلوا في النسوان الناس خاف. الناس خافوا. أما المصريين كانوا موجودين ليش خاف؟ الجيش المصري. بلا المصريين بلا رطيح المصريين المنطقة أول ما احتلوا المنطقة اللي فيها المصريين. طب متذكر اليوم اللي طلعتوا فيه من القرية؟ متذكر والله ضليت أنا وثلاثة معي لما أجوا اليهود والله ما كانوا بعاد عنا 10 متر. مين هم الثلاثة اللي معك؟ تحكي أنا وثلاثة كلهم. أنا وواحد اسمه عمر حمدان وخالد إسماعيل. أنت وعمر حمدان وخالد إسماعيل شو كنتوا تسوون؟ بكينا في الجبهة ولما الجبهة انكسرت وشرد الناس آخر ما ظلينا إحنا يعني. كنتوا في الجبهة ومعاكم سلاح؟ آه معنا كل واحد بروده. كل واحد بروده، أي جبهة بالضبط وين كنتوا؟ كنا عند النبي ميزر. كنتوا عند النبي ميزر؟ بين دربان وبيت نتيف. بين دربان وبيت نتيف. هناك كان وكان الجيش والهذا المصري في بيت الجمال والذخيرة هذا كل شيء كان في بيت الجمال. في بيت الجمال أسلحة ثقيلة قصدك يعني؟ لا السلاح اللي كان موجود معاه اللي كان موجود مع المصريين. أنتوا اللي كنتوا اللي سميتها الجبهة هاي كم نفر كنتوا فيها؟ ما أعرفش كم نفر هذا جي خط يعني طويل. خط طويل وكل فينا في الناس يعني. وانت الشباب اللي سميتهم هذولا من القريه من عندكم؟ من اولاد عمك. من اولاد عمك. كان معكم بواريد؟ كل واحد معه بارود. وموجودين باستحكامات ولا اول في استحكامات ولما انكسرت الجبهه طاحوا اليهود من بين العرب وبين الجيش المصري. طب احكي لي كيف انكسرت الجبهه، تحكي لما انكسرت الجبهه. اليهود تسللوا ودخلوا على مناطق احتلوها. فالناس شردوا من روحوا على البلد دشروا تركوا الجبهه وصاروا يتاخروا وراء شويه حتى دخلوا في البلد. يعني اليهود لما احتلوا الجيش احتلوا دير بيت الجمال تمركزوا فيه. اول شيء يعني صاروا يضربوا في البلد بالمدفعيه. انتوا اذا اول شيء يعني بعد قبل ما يدخلوا البلد دمروها بالمدفعيه. من بيت الجمال كمان؟ من بيت الجمال. يعني سقطت بيد اليهود بيت الجمال وصاروا يرموا من هناك على بيت نتيه. ايوه. انتوا كنتوا ساعتها تاركين الجبهه؟ كنا في البلد ومروحين، كنا نرحل من البلد برا. كنتوا بلشتوا ترحلوا؟ من حد ما وصلنا البلد الكل بدي رحل الى غطا، بدي رحل مونة، بدي رحل. طيب البواريد اللي كانت معكم وانتوا بالجبهه وين؟ معنا بارو كل واحد باروته معاه. وبلشتوا ما ضلش وقتها لبارودنا ينفعوا لا في شيء انكاتله ولا هو هم بضربوا من محلات بعيده اليهود مدفعيه؟ مدفعيه. طب لما صارت تسقط قذائف على القريه؟ على السكان على البيوت ولا؟ لما بعدين دخلوا اول كانوا يرموا في البلد وبعدين دخلوا في البلد وبدوا فيها نسر لانها بلدنا لما كانوا انها بيت نتيف كسرت 52 يهودي اللي طلعوا من كفر من شفروريا ومن عرتوف على الحبيله هذول لما دخلوا في البلد بدوا في بلدنا هدم والدور الخشب ولعوا فيها نار والعقود العقد البطون وهذا كان يسكوه. بس كنتوا طالعين من البلد؟ ها؟ كنتوا طالعين من البلد؟ طالعين في جنب البلد من الجنوب. يعني لما طلعتوا من البلد ما كنتوش تاركين وراكم كل شيء للبلد كل شيء للناس؟ كنتوش تاركين بني ادمين يعني؟ ها؟ بني ادمين لا ما ضلش. يعني الكل كان السكان كنتوا طالعين؟ اختياريه شارك اختياريه اثنين ثلاث كانوا تلفانين وما اهلهم مش حدا يأخذهم.
ممكن يكون تركته احد. ممكن ظل يعني انا فتشت البلد. طيب طلعتوا باي اتجاه انتم؟ الجهه الجنوبي طلعنا. وبعدين طلعنا على الخليل ومن طلعنا على الكره اللي في جنوبنا وبعدين طلعنا على بيت امنا روح الحول ومن هناك رحنا على ريحة. كعبنا في بيت لحم حتى بعنا الحلال اللي معانا. اللي بدي بيع اللي باع حلال باع اوراق ورحنا على ريحة وبعدين قطعنا على شرق الاردن. طيب لما طلعتوا من القرية مين حكى لك انه القرية تدمرت وانحرقت والى اخره؟ ما احنا بقينا نروح نجيب الناكل منها اللي بده يروح يجيب اواعي حبوب. كنت تتسلل وترجع؟ لا كنا كراب الساعة ما كانش وقت اما ضربوه ما كانوش داخلين. من بعيد ضربوه. واحنا اللي يروح يجيب المواعين عجمالهم على حمير على حمل يجيبوا الاشياء اللي تركوها يجيبوا لهم بدهم يتغطوا بدهم ياكلوا بدهم يشربوا شو في قدامهم في لهم مطاعم حدا بده يطعمهم. اها طيب اللي كانوا يرجعوا حكوا لكم انه يا زلمه انا من كنت اللي كنا نرجع انت احنا من... كان عندنا جمل وحمير نرجع نحمل كمح وذره وحوايج على محل نرحلهم من هناك وثاني يوم نرحل لغد شويه. هيك كان الناس. طب احدى المرات انا على بيت المر خراس وطلعنا من خراس على حبحور ولما صرنا في حبحور قالوا لنا الجيش الاردني احتل بيت قتيف وعاودنا والحوايج اللي معانا من حبحور ورجعناها على خراس ولما رجعنا خراس لقينا الحكي كذب ولا محتلين يعني ولا اشاعه اللي طلعت. اشاعه كذب. طيب أول مرة رجعت فيها على بيت نتيف كنت كان معك الجمل؟ عندنا جمل وحمار طيب ناكل عليه. أول مشوار وصلتوا على بيت نتيف توصف لي كيف كانت بيت نتيف بالضبط؟ احنا في جنب البلد دارنا في البلد من غرب من الجنوب الغربي مطرفة يعني على الطرف الحب في الدور حملنا ومشينا. طيب شفتوا دمار وأنت بتحكي لي كانت متدمرة القرية؟ مبين الدم هم بيضربوا هم في الليل كانوا اليهود يضربوا يعني مش بس على مره واحده على اكثر من مره كان اني مره اذا بقول لك دمروها البلد ما ظلش فيها دم ضرب بعضهم كلها عاد ايش انحرق ولعوا في النار وش دمروا يعني بتعتقد انهم دخلوا اليهود على القريه ولا بس قصف تام طول الوقت؟ قصف ودخلوا لما امنوا انهم اليهود ما ظلش في البلد ناس دخلوا على البلد اما قبل وهم ما هم درابيل وشايفين الناس بيحملوا بناكلوا شايفينكم ما فاتوا الا حتى اكدوا انه ما ظلش ناس في البلد هم كان عملهم انهم يعني زي اللي بيطردوا في الناس يعني يرحلوا يحملوا ياخذوا بدهم ياخذوا بس ما يدشروها بس يدشروا البلد بس يدشروا البلد. اهلك كلهم طلعوا من القريه ما والدك ووالدتك لا انا بس رجع ابن عم الي بعد ما صرنا في ريحه لان احنا دبينا الحوايج اللي ما كان حدا يتغطى بها حطيناها في بير والكمح كان في بير في عندنا حشورة ستفنا خشب وحطيناها فوق الخشب شوالات هذا كنا بدنا نرجع نجيبه ابن عمي كان معانا الجمل قال لي احنا خايفين ننصدف يصدون اليهود بعدين يروح الجمل. هاي في عندنا حمار وهات روح هات نشتري لنا حمار منها. انا رحت على الريحه جبت الحمار وجيت لقيته هو رايح على البلد وانزقطوا ليته وطخوا. مسكوه وانطخ. طخوا اليهود لما سالوه قالوا انتم من اي بلد كان البيت تكفي. يعني هم قعدوا اليهود جايين من هان وهو جاي من هان واليهود قاعدين هان. لما نط من عند السنسلة من هان نط في بينهم قالوا لا فارق. شو اسمك؟ قال لهم ذيب. قالوا له منين انت؟ من اي بلد؟ قال لهم بيت تكييف. الجماعة اللي كانوا يتسللوا اول كانوا متفاهمين يقولوا من سعير ومش عارف من مش ما جابوش سيرة بيت تكييف، هذا ما كانش عارف الحكي هذا. كان بيت تكييف طوالي حطوه في محل وسقط واحد مع حق الزواج من بيت تكييف اثنين في النهار طخ لقيتها طخوه. ما تسرهمش يعني اثنين اللي راحوا اثنين اللي زكطوهم
ثبتوا انهم لليهود من بيت نتنياهو طخوهم. اللي عرفوا انه هذا من بيت نتنياهو طخوهم. لهم اسامي. مين ومين؟ واحد اسمه محمد ذيب ابو طربوش ومحمد حماد. ذيب ابو طربوش ومحمد حماد. هذول من ابناء بيت نتيف وانقتلوا في الله. طب مين اللي حكى الروايه لكم انه هيك صار فيهم؟ هذا ذيب قعد 17 يوم وهو طيب، اجت الطلقه من عينه من هان في مدغه، اجوا عليه اللي بتسللوا وجابوه على صريف دفنوه في صريف. وهذاك ما حداش جابه. ذيب اخذوه بعد 17 يوم. بعد 17 يوم جابوه دفنوه في صريف. هذاك ما حداش جابه. في غيرهم من ابناء القريه اللي كانوا يتسللوا راحوا؟ لا. احكي لي مره ثانيه ليش النقمه كانت؟ زكطوا واحد اسمه محمد حسين وواحد اسمه محمد العمري واثنين من بيت امه برضه طخوهم بالبيت. واحد جابهم. من بيت امه هذول؟ اثنين من بيت امه وواحد واثنين من صار بعدها من هذول اللي تسللوا زكطوا منهم كثير اليهود ناس وطخوهم. بس من القريه ما فيش غير الشخصين اللي حكيت عنهم. لا في واحد اسمه احمد حسين وواحد عبد الرحمن حميده وواحد احمد العمري، هذول اللي زكطوهم وطخوهم. قتلوهم؟ قتلوهم. يعني بتقدر العدد كم اللي مسكوهم وقتلوهم؟ حول 10 اشخاص. اللي قتلوا؟ ليش حكيت لي كان اليهود ناقمين عليكم مره ثانيه؟ عشان اللي انقتلوا وهم طالعين على كفر عصيان، وفي استاذ كان عندنا في المطر في البلد اعلن انهم اللي قتلوا هذول اهل بيت نتيف. في استاذ عندكم بالقريه؟ مصطفى السفاري. مصطفى السفاري حكى انه اللي قتلوا هو حكى انه بده يفتخر باهل بيت نتيف، لكن هي كل الامه فزعت عليهم. كثير ناس اللي قتلوهم لليهود، كم واحد اللي انقتلوا من اليهود؟ 52. حوالي 52 واحد. ثاني يوم طلعوا اليهود حتى يجيبوهم، وكانت المعركه في قريبا من بين عرتوف وبين بيت نتيف، وكانوا الدبابه تكفها لما مثلا اللي ينقتل من هان يحملوه يحطوه في الدبابه ويروحوا يودوه. يعني انتقموا منكم اليهود لانه كنتم متهمين بقتل ال 52 واحد. نعم. ودمروا القريه وحرقوها؟ دمروها نسف يا زلمه، ما خلوش فيها دور الخشب احرقوهن والدور الحجر هدوهن نسف يا الغاب. وبعدها وين رحتوا انتم؟ طشوا الناس وين يروحوا بروح عاد راح سكنوا بعكبة جبر في مخيم عكبة جبر. انتوا وين بالذات؟ احنا خط سيركم كيف كان؟ بكينا في سكننا في ريحه وعودنا رجعنا على صريف، كان معانا 10 15 عنز رجعنا على صريف، هناك قعدنا سنتين. أيوة. وبعدين بعد السنتين شفنا الشغله ما فيش فيها فايده، رجعنا على طلعنا على شرق الاردن وسكننا في خربلة سيد الكردي بالي ارسال، قعدنا فيها اكثر من 20 سنه. فلاحين كان يشرينا كانينا غنم. ما سكنتوش بمخيمات؟ احنا ما سكناش بمخيمات. سجلتوا بسجلات الوكاله؟ سجلنا بس هذول اللي لاجئين يعني لاجئين مش زي اللي في المخيمات، اللي في المخيمات كانوا لهم عنايه اكبر من الوكاله. يعني كان وكاله الغوث كانوا يعتنوا بال كان في المخيمات اكبر. طب حد في لكم جمعيه انتم؟ ديوان جمعيه لاهالي بيت نتيف؟ في جمعيه لاهالي بيت نتيف. وين مقرها؟ على طريق التلفزيون. ومفيده هاي الجمعيات؟ بتفيدكم بشيء؟ شو بدها تفيدنا؟ بتوزع لنا مصاري مثل قديش مثلا بدي توزع لك مصاري؟ ليش انت بحاجه لمصاري توزع لك يعني؟ ما هو بقول لك يعني شو انت بتكون بتفيد يعني الدواوين اللي عاملينها اهالي القرى عاملينها مشان تفيد الناس ولا مشان تضرهم يعني؟
لا مشان تفيدنا مش مشان تفيدنا. طيب أنا بسألك بتفايدكم هاي بتفيد أهل القرية بإشي؟ بتعملوا عزة فيها؟ بتعملوا فرح؟ لا بعمل. بتطلعوا زكاتكم للفقراء أهل ال بيلموا منها اللي بده يتبرع، بيلموا تبرعات فيها للفقراء وللناس المحتاجين. أها. طب حتى في سنة 48 صدر قرار بتحدث عن حق القرار 194 بتحدث عن حق الفلسطيني في العودة والتعويض. شو رأيك في هذا القرار؟ شو أعطوا منهم؟ لا 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 كذب في كذب حكي. طيب حج يعني هذول اليهود أمريكا اللي قاعدة داعمتهم وماشيهم هم أمريكا وبريطانيا وكل الكفر. هذول الكفر كله بيحمي ظهورهم حتى صارت دولة إسرائيل. نعم. يعني هسه إسرائيل مش في حاجة لها. نعم. رجعت شو ولا مرة على البلاد أنت؟ رجعت كان في إلنا بير ملان حب، رجعت 3 سنين وأنا المغرب آجي المغرب أروح والصبح آجي. هذا وأنت وأنت هناك فلسطين؟ وأنا ساكن في الصريج، ما هي بلدنا الصريج في جنب بعضها. نعم. كنت كل ليلة أروح. تروح تعبي؟ ولا عبيت ولا أجيب حاجة، أروح أنطر فوق حدا كان الناس يتسللوا واللي يسرقوه. أنا كنت أروح أنطر وأجوا علينا ليلة جماعة وقالوا لنا وين اليهود اللي كنت بقول له هب صوتك لا يسمعون كل يهود، قال يلا روح وريني اليهود. وجينا مرة روحنا لقيناهم فاتلين البير وطايلين من بعض الحبوب، وبعدين رجعنا احنا شردوا وسديناه وتنزل تحرسه يعني خرب الحبوب اللي فيه خربت وهذاش لا جبناه ولا احنا ولا غيرنا. نعم. طيب حج انتهى اللقاء هيك معك وبارك الله بيك ويعطيك الف عافيه. شكرا لك. وفيك الشكر لله.